اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين، حلقه جديده من البيت الكبير، بيت كل الاهلاويه وبيت كل الناس. يا مساء الانتصارات، يا مساء الفرحه والسعاده، يا مساء الفل على كل الابطال، ابطال كره القدم لكاس السوبر معانا، وابطال كره اليد، ابطال كره اليد. النهارده انا اصريت الحقيقه ان احنا ان شاء الله الكاس جاي في الطريق، وهيكون معانا ان شاء الله ان شاء الله يعني ابطال الفريق او جزء من ابطال الفريق هيكونوا معانا على الهواء مباشره. كان نفسي اخش بالكاسين، فلقيت الكاس اهو، كاس السوبر لكره القدم. ولما كانت الافراح معانا، وحاجه جميله جدا جدا جدا، لانه في النهايه الاهلي هو ملك الرياضه في مصر وافريقيا. كل يوم انتصارات، كل يوم بطولات، الحمد لله والشكر لله. وعلى الرغم من كل اللي انا بقوله لحضراتكم ده، بالمناسبه من سنتين ثلاثه كده حصل ان احد الانديه خد بطولتين او بطوله ورا بعض، لانه بيقول لك كفايه بقى كده، احنا ما عندناش الكلام ده. داخل النادي الاهلي ما فيش هذا الكلام، دائما جمهور النادي الاهلي بيطالب بالمزيد. يعني النهارده لما اعلنت من خلال صفحتنا على الفيسبوك ان انا معايا النهارده جزء من الشباب اللي هيكونوا او ابطال كره اليد عشان نحتفل معاهم على هواء مباشره، اقول له يا كابتن اسلام يعني احنا عندنا بطوله بعد بكره. ولكن الجمله العبقريه والشكل العبقري اللي قاله المهندس عدل القيعي من يومين، الحقيقه موضوع يا بختهم يا بختهم، لانهم انا كلمت المهندس عدل الحقيقه وهنيته على هذا الكلام الرائع. يا بخت الانديه الاخرى والنادي المنافس اللي بينافس او بيتقال ان هو بينافس النادي الاهلي تحديدا، لانهم هذا النادي بيبقى مبسوط ببطوله في وسط. يعني مثلا لو جينا نتكلم عن العاب الصالات هنقول 14 بطوله للنادي الاهلي في العاب الصالات حتى الان، خلي بال حضراتكم حتى الان، واربع بطولات للنادي المنافس. ومع ذلك الدنيا بتحس ان فيا بختهم فعلا، زي جمله عبقريه الحقيقه قالها المهندس عادل القيعي اول امبارح في ملك وكتابه، يوم الخميس اللي فات يعني في ملك وكتابه في بدايه الحلقه. بالفعل هي جمله عبقريه، لانه في النهايه انا عايز افرح، انا عايز اتبسط، انا كاهلاوي يعني عايز افرح وعايز اتبسط، وهتبسط اتبسط النهارده مع ابطالنا في كره اليد، ونقول لهم الف الف مبروك. ومن النهارده بالليل بعد ما يمشوا ان شاء الله هنبتدي نقفل ونفكر في البطوله بعد بكره، هنبتدي نفكر في البطوله بعد بكره. هذه هي الحياه، او هذه هي كيفيه التفكير من جمهور النادي الاهلي. فعشان كده بقول لحضراتكم لا انا هتبسط وانا هفرح معاكم مع حضراتكم طبعا من خلال وجود هذا الكاس. الكاس ده لانه من ساعه ما خدنا الكاس وحتى الان، او كاس السوبر يعني، من ساعه ما خدنا كاس السوبر لغايه دلوقتي، من يوم الجمعه لغايه دلوقتي، تحس ان في حاجه بتحصل. نادي الزمالك او نادي المنافس انسحب، انا ما يخصنيش الموضوع في اي حاجه، اللي ينسحب ينسحب واللي يكمل يكمل. انا خدت البطوله، انا خدت البطوله رقم 13 في كاس السوبر. هتقعد تقول لي اصل اللي ضربه الجزاء ما كانتش ضربه، قول زي ما انت عايز وهز راسك زي ما انت عايز واعمل اللي انت عايزه، دي حاجه، وان انا خدت البطوله رقم 13 دي حاجه تانية، وخدت المكافاه الماليه. اللي عايز ينسحب ينسحب، واللي عايز يلعب يلعب. انا كنادي اهلي وكجمهور النادي الاهلي ماليش اي علاقه. اقعد بقى انت اتكلم في ايه، في الكرامه والكلام اللطيف ده اتكلم فيه براحتك، ولكن انا كنادي اهلي ضفت بطوله جديده في دولاب البطولات بتاعتي، ما عملتش اي حاجه تانية. وعلى فكره انا ما بتضايقش، اللي عايز يقول اصلها مش ركله جزاء، وهي ركله جزاء صحيحه 100%، وهتكلم عن هذا الامر بعد كده. اللي عايز يقول ان هي مش ركله جزاء هيقول ان هي مش ركله جزاء، اللي عايز يقول ان هي مباراه ضعيفه يقول ان هي مباراه ضعيفه، اللي عايز يقول ان النادي الاهلي ان هي ما بين التاني والتالت يقول ان هي ما بين التاني والتالت، اللي عايز يقول اي حاجه يقولها. ولكن في النهايه أو في نهاية اليوم أو بعد صفارة الحكم، الكاس في قناة النادي الأهلي، والكاس في دولاب النادي الأهلي، وإضافة كاس جديد. اقعد اتكلم زي ما أنت عايز بقى، وقول اللي أنت عايزه، واقعد اعمل اللي أنت عايزه،
اسخن وقول كذا واصله ما يصحش، والكرامه والكلام اللطيف اللي بيتقال ده بقاله يومين قوله، لكن انا هفرح هبسط، انا كجمهور الاهلي يعني هفرح وهبسط، برضه هفرح وهبسط لغايه النهارده او بكره بالكتير، او بكره بالكتير. وبعدين هعمل ايه؟ هبتدي افكر، لان عندي قبل نهائي بطوله افريقيا، قبل نهائي دوري ابطال افريقيا مع واحد من اهم واصعب الانديه في مصر، في افريقيا انا اسف، النادي الترجي. فالحقيقه انا مش عايز حضراتكم، عايز نبسط زي ما قلت لحضراتكم. الجمله العبقريه اللي قالها المهندس عادل القيع هي بالفعل جمله عبقريه، يا بختهم هم بيقدروا يفرحوا باي حاجه. انت يعني جمهور النادي الاهلي من كتر ما هو حابب المباريات وحابب البطولات وحابب كل شيء بيفرح بقى زيه زي اللعيبه، بيفرح اقل من الوقت بتاع المباراه وبعد المباراه، وبعد كده يفكر في اللي جاي. عندي بطوله افريقيا يعني في اليد، عندي بطوله افريقيا، فمش لا هفرح النهارده، وبحاول اجيب لحضراتكم او هجيب لحضراتكم الكاس بعد قليل، ويبقى معايا الكاسين كده، امسك كاس كده وكاس كده واتبسط وافرح، لانه من حق جمهور النادي الاهلي ان هو يتبسط ويفرح، من حق مجلس اداره النادي الاهلي اللي بقول له الف مبروك، ومعاه طبعا كالعاده جماهير النادي الاهلي واللي بنقول لها الف مبروك، ولعيبه النادي الاهلي في كره القدم وفي كره اليد يمين وشمال. ايوه كده يا سمير، اهو ده الكلام، يمين وشمال كده، وفرحنا وبسطنا. اسلام حسين نجم وكابتن النادي الاهلي، وعلى الجانب الاخر كابتن النادي الاهلي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد شريف، وهنا المصري وعلي زين اللي ان شاء الله يبقى اصابته بسيطه، وهنطمن حضراتكم النهارده على كل هذه الامور. عايزين ايوه الكاس هنا والكاس هنا والكاس في قناه الاهلي، عندنا ثلاث كاسات اهم، هم اثنين بس عندنا ثلاثه، ان شاء الله هيبقوا ثلاثه قريب جدا جدا، وان شاء الله هيبقوا اكتر واكتر واكتر. هذا هو الفارق الحقيقه في وسط هذه الاحتفاليات وفي وسط هذه البطولات. يجب أن أهنئ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب. ألف مبروك يا كابتن محمود. ألف مبروك لكل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي. ألف مبروك للوزير العمري فاروق. ألف مبروك للأستاذ خالد مرتجي. ألف مبروك للأستاذ طارق أنديل. ألف مبروك للأستاذ الدكتور محمد شوقي. للدكتور مهند مجدي. للأستاذ محمد الغزاوي. للأستاذة مي عاطف. للكابتن حسام غالي. للاستاذ محمد الجرحي، الاستاذ محمد الضماطي، في حد انا نسيته يا شباب؟ كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، دكتور محمد سراج طبعا، كل الموجودين، كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي اللي بشكرهم جدا جدا على فريق اليد تحديدا. على فريق اليد. من السنه اللي فاتت واحنا بنتكلم عن هذا الامر تغير فريق اليد تماما، جبت مدير فني على اعلى مستوى، جبت لاعبين على اعلى مستوى، او طلعت من الناشئين لاعبين على اعلى مستوى، قدرت تستحوذ فيهم على كل ما يخص كره اليد، دوري وكاس وكاس سوبر. ان شاء الله اللي جاي لسه كمان، افريقيا جايه ان شاء الله، ربنا يكرمنا بيها يا رب ان شاء الله. الف مبروك لكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في النادي الاهلي اللي له دور كبير جدا في كل هذه الانجازات. مجلس اداره بيساند وواقف في ظهر كابتن خالد، كابتن خالد العوضي بيختار وبيعرف يجيب الناس اللي هو عايزها، وبطولات زي ما حضرات اربع 15 بطوله في العاب، بيقولوا لي دلوقتي بيصححوا لي 15 بطوله في العاب الصالات حتى الان، ولسه تقريبا 6 7 8 بطولات كمان، ربنا يكرمنا بيهم يا رب ان شاء الله. على الجانب الاخر زي ما حضراتكم بقى عدوا ذهنك ثلاثه او اربعه حاجه كده اللي انا فاكره، يعني الانجازات اللي تتحقق دي مش من فراغ، عمل احترافي لمنظومة كبيرة، كل واحد عارف شغله وكل واحد عارف اختصاصاته، عشان كده النادي الأهلي هو أنجح منظومة رياضية في مصر. دايما النادي الأهلي سوبر في كل الألعاب، كرة اليد، سلة، سباحة، تنس، تنس طاولة، تنس طاولة بالمناسبة برضو امبارح وأول امبارح هنقول لحضراتكم على الإنجازات اللي بتحصل. الأهلي هذا الموسم بيقدم ملحمة رائعة في كل البطولات وفي كل الألعاب تقريبا، في كل البطولات وفي كل الألعاب. أكيد طبعا هنتكلم عن سوبر كرة القدم اللي توجنا بيه الحقيقة يوم الجمعة، ولكن الحقيقة كرة اليد في النادي الأهلي بتقدم عظمة في كرة اليد.
بدأنا نفرض الحمد لله سيطرتنا وهيمنتنا على كرة اليد بفضل التخطيط والاستراتيجية الحقيقة اللي محطوطة زي ما قلت لحضراتكم من مجلس الإدارة ومن أجل تطوير كرة اليد. اتكلمت مع حضراتكم إن قبل كده كانت الأمور مختلفة، دلوقتي الأمور أصبحت أفضل وأفضل بكتير جدا جدا. ألف ألف مبروك لرجالة كرة اليد. إن شاء الله يعني هو حميد مصاب أنا عارف، عشان كده إن شاء الله حميد هيكون معانا، بنحاول نكلمه يعني وبنتواصل معاه علشان يكون معانا، مش عايزين نشغل حد من اللاعبين اللي موجود ولكن اللي بيلعبوا يعني، إن شاء الله حميد هيكون معانا ونفرح بيه ونتبسط بيه، لأن حميد كان له دور كبير جدا 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 في كل تتويجات النادي الأهلي في كرة اليد خلال الفترة الأخيرة. إن شاء الله ربنا يرجعه بالسلامة حميد وكابتن محمد إبراهيم. من الممكن جدا إن هم يكونوا معانا، أنا بس كلمناهم وقلنا لهم يجوا بالكاس علشان نتبسط مع جمهور النادي الأهلي إن شاء الله، بس يأكدوا إن هم جايين، ونقول لحضراتكم مباشرة إن هم هيبقوا معانا النهاردة. أيضا كابتن محمود الخطيب بيهنئ أبطال اليد بالسوبر الإفريقي، حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة اليد وجهازهم الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز ببطولة السوبر الإفريقي، والذي جاء بعد أيام من حصول الفريق على بطولتي الدوري والكاس. عبر رئيس النادي عن تقديره للجهد الكبير الذي تبذله منظومة الفريق هذا الموسم، وإصرار اللاعبين على استعادة الانتصارات وتحقيق البطولات على المستويين المحلي والقاري. أشاد أيضا الكابتن محمود بالعروض المتميزة التي يقدمها اللاعبون واللعب بروح الفانيلا الحمراء وإسعاد جماهير النادي الأهلي التي كان لها دور كبير كعادتها في انتصارات الفرق الرياضية، وهي الجماهير الوفية التي لم تتخلى يوما عن ناديها في كل أو في كافة المواقف. أكد أيضا الكابتن محمود الخطيب على ثقته الكبيرة في كافة عناصر كرة اليد، ووجه لهم التحية وطالبهم بمضاعفة الجهد واستمرار التركيز والحفاظ على مسيرة الانتصارات على كافة المستويات. ده كان كلام الكابتن محمود الخطيب. يا شباب برضو لو تقدروا تجيبوا لنا الوزير العمري فاروق يكون معانا على التليفون نهنيه الحقيقه، لو نقدر نجيب اي حد من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، حاولوا تجيبوا لنا اي حد من الحقيقه، لانه ملحمه الجمهور هو طبعا الاول في هذه الملحمه، او هو الداعم الرئيسي في هذه الملحمه، وبعد كده مجلس الاداره ومدير النشاط الرياضي. يعني لو نقدر في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه الأحداث المتلاحقة والبطولات المتلاحقة اللي بنجيبها من كل مكان، من الإمارات بنروح نجيب من داخل النادي الأهلي، الحمد لله ربنا بيكرمنا باليد النهاردة، وإن شاء الله بطولة أفريقيا هي الأقرب، بطولة أفريقيا لكرة اليد هي الأقرب خلال الأيام القادمة. أنا عايز بقى مع الكاس ده كمان إن شاء الله يجي الكاس التاني أحطه كده، مش مهم تشوفوني، المهم تشوفوا الكاس والشغل الرائع اللي اتعمل الحقيقة خلال الأيام السابقة، لأنه في النهاية يجب أن نوجه كل التحية لرجالة الفريق الأول لكرة القدم. هم كمان أبطال السوبر تحت قيادة المايسترو السويسري مارسيل كولر الحقيقة الحمد لله، لكن معظم أو أكتر من معظم جماهير النادي الأهلي كانت متوقعة أن النادي الأهلي هيكون بطل للسوبر بغض النظر، مش هيفرق معايا خالص مين اللي كان بيلعب، سواء كان الزمالك مع احترامي طبعا لفريق الزمالك فريق كبير، او نادي بيراميدز ايضا نادي كبير وعنده مجموعه، سواء ده او ده عنده مجموعه كبيره جدا ومحترمه من اللاعبين، لان الاهلي الحقيقه طول عمره بيلعب بشخصيته، شخصيه البطل اللي عمرنا ما بنشوفها غير في حاجه واحده بس، وهي لقطه التتويج بعيدا عن الاسامي اللي بتتنافس، هي اللقطة دي دايما اللي احنا بننظر ليها. هتقعد بقى تقول لي اصل مش عارف ضربة الجزاء، والله سمعت كلام كده قال لك ايه احد بعض من لا يشجع النادي الاهلي، قال لك ايه؟ قال لك اصله دي مش ضربة جزاء، اصل احنا المفروض لينا واحدة كمان بتاعت حسين الشحات على ما اتذكر، وعلي جبر وحسين الشحات وطرد علي جبر، يعني كان محظوظ علي ان هو كمل هذه المباراة لنهايتها، ولكن في النهاية كل دي أحداث وبتحصل، كل دي أحداث وبتحصل في الملعب، وده بيسخن على ده وده بيزق في ده وده بيعمل في ده، ولكن بعد ما لا يشجع النادي الأهلي والله عاملين
مش عارف اسمها ملطمه، ملطمه بيلطموا يعني، لا مش بيلطموا، عاملين يعني بتقول كده تحس ان احنا ايه. طبعا انا ببقى متضايق لما بخسر بطوله، وجمهور النادي الاهلي بيبقى متضايق، ولكن خلاص بشوف اللي بعد كده بقى، البطوله اللي بعد كده خلاص، مش بقعد اطلع في القطط الفطسانه في كل حاجه، مع ان ما فيش قطط فطسانه. هي مباراه ما بين النادي الاهلي ونادي بيراميدز، استطاع النادي الاهلي ان يفوز على نادي بيراميدز بركله جزاء صحيحه 100%. مش اسلام اللي بيقول، ولا جمهور النادي الاهلي، 95% مش هقول 99، 95% من خبراء اللعبه بيقولوا ان دي ركله جزاء. انا برضو مش مستني ان انا اقول هذا الكلام، ولكن والله يا جماعه انا مبسوط سعيد، مش انا لوحدي، كلنا وكل جمهور النادي الاهلي سعيد ومبسوط بهذا الكاس. كهربا مبسوط، كولر مبسوط، كل الناس مبسوطين، كل الناس سعداء، لانه في النهايه انا يهمني شيء واحد فقط، هو سعاده جمهور النادي الاهلي، سعاده جمهور النادي الاهلي. طيب خلينا نروح ل زي ما قلت لحضراتكم، منظومه النادي الاهلي منظومه احترافيه، منظومه تعمل باحتراف. مع بدايه العوده بعد رمضان والعيد كان من المفترض ان الكابتن خالد العوضي هيكون معايا على الهواء مباشره، ولكن انا وهو اتكلمنا الحقيقه ووصلنا ان احنا هيطلع معانا ان شاء الله مره بعد نهايه البطولات، لان قال لي لسه بطولات كتيره قوي يا اسلام. يعني احنا خدنا حوالي، كان ساعتها كنا واخدين 11 او 12 بطوله، ولكن قال لي لسه بدري قوي، ده لسه بتاع 7 8 بطولات تانيين. انا عايز، قلت له، قال لي انا عايز اخد كل البطولات، انا عايز اعمل كل حاجه. عموما خلينا نروح، احنا لغايه دلوقتي 15 بطوله، خلينا نروح لكابتن خالد العوضي نهنيه على بطوله السوبر الافريقي لكره اليد. كابتن خالد، يعني اولا الف الف مبروك على هذه الانجازات الرائعه اللي معموله خلال هذه الفتره في العاب الصالات، واخيرا او اخرها بطوله السوبر الافريقي لكره اليد. حبيبي يا كابتن اسلام، مساء الفل، مبروك علينا كلنا. معلش انا عارف ان انت زعلان عشان خالص، لا لا والله خالص. لكن حبيبي انت، لا انت كان عندك حق طبعا. الله يكرمك. بص الحمد لله ربنا كرمنا في بطوله مهمه جدا جدا النهارده. مبروك على كل جمهور النادي الاهلي، مبروك على لعيبته، ومبروك على الستاف الفني والجهاز الفني والاداري والطبي وكل الناس اللي شغاله. نبارك لمجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب، ان هم فعلا من اول السنه هم الداعم الاساسي والرئيسي للفرق الرياضيه. الحمد لله تلم شغاله مظبوط، والحمد لله ربنا كرمنا جدا 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 في بطولات، وبطوله غاليه جدا جدا عليا البطوله دي، بالذات غاليه عليا انا شخصيا، لان البطوله دي كانت اصعب بطوله عندنا السنه دي في السيزون. اهلي وزمالك هاند بول بيلعبوا في صاله الاهلي على ماتش واحد على بطوله، فاكيد يعني كانت بطوله صعبه جدا 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 النهارده. الحمد لله رب. كابتن خالد، انا مش عايز اكلمك في بقيه الالعاب، ولكن انا عايز اكلم حضرتك على ايه التغير اللي حصل؟ يعني في بدايه الموسم، ويمكن انا وحضرتك كنا بنتكلمنا، وكنت كان برضو عندي مكالمه طويله جدا مع كثير من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي في هذا الامر، اتقال لي ان السنه دي اسلام العاب الصالات هتبقى بشكل مختلف. ايه اللي حصل السنه دي يا كابتن خالد؟ ما كده هنحرق، هنكلم في الهاند بول، في الهاند بول تحديدا. ايه ده؟ هنحرق كل حاجه، بقول لك هنحرق كده اللي يعني على قد ما نقدر، انت لسه هتيجي كمان 10 ايام فيعني هجي لك والله يا اسلام. انت بص يا كابتن اسلام، بص اللي حصل، التغير اللي حصل هي عباره عن تغير نفسي شويه للاعبين، الكلام معاهم باسلوبهم، انت بتتكلمهم مش منطلق مدير بصراحه شديده. الالعاب دي انا ابن الالعاب دي، بكون حاسس بيهم، بكون شايفهم، شايف اللعيب ده هيلعب كويس ولا وحش. المديرين الفنيين مساحتهم معايا في الكلام مساحه كبيره جدا جدا جدا، نتكلم عشان نوصل لحلول. في مدير فني بيتكلم معاك ويقول لك هو كابتن عايزين الحاجه الفلانيه تخلصها لي. المدير الفني ممكن هو يوصل لي اكون فاهم هو عايز ايه في اللي جاي، حاجات كاركتر كده مختلفه شويه مع الناس. وفي نفس الوقت اللعيبه انا في وسطيهم، انا بقول لك انا ما اتعاملتش مع لعيب في النادي الاهلي كمدير شوط رياضي، بالعكس انا لعيب جوه الصاله دي زيهم بالظبط، على الصاله دي حققت انجازات وبطولات. ما انت ياما لعبت في هذه الصاله بالظبط. بالظبط، فالصاله دي صاله غاليه جدا عليا، فلما بشوفهم جوه واشوفهم في التدريب، بشوفهم وهم ماشيين، العلاقه واضحه جدا. يعني النهارده هم بيتكلموا معايا وانت ماشي في النادي، قاعدين نتكلم مع بعض عادي جدا جدا جدا، لان هم فعلا هو اللعيب لما بيحس بالامان شويه بالاحساس ده بيدي كتير، بالذات ان انت تكون في ظهره وسنده، بيحس اداره سنديه. طبعا انا ممثل مجلس اداره النادي الاهلي، يعني طبعا ممثل اداره النادي الاهلي، انا مدير النشاط الرياضي النشاط الرياضي كله تحت. فاللعيبه لما تكون حاسه ان الاداره سبورت ليهم، وحاسه ان مجلس الاداره نفسه في كل حاجه وراهم ساند 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 ساند، بتفرق كتير جدا 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 معاهم، بتفرق كتير، بتفرق
الحكايه دي، ان اللعيبه دي تكون حاسه ان مجلس اداره دايما في ظهره. ده حقيقه نعم يكون حاجه جميله جدا، وده اللي انا عملته السنه دي. انا دايما هم حاطين مجلس اداره دايما في ظهرهم، ودايما معاهم في كل انجازاتهم، ودي حاجه مهمه جدا جدا. النهارده مجلس اداره النادي الاهلي كله قاعد وهم شايفين الكلام ده في الملعب، دي حاجه كويسه جدا جدا جدا. النهارده بعد الفوز كلمت كابتن خالد، قلت له يا كابتن خالد عايزين لعيبه تطلع معانا ونفرح ونتبسط ونعمل. قال لي اسلام انا عندي ماتش يعني عندنا بطوله بعد بكره، مش مثلا كمان اسبوع ولا حاجه، عندنا بطوله بعد بكره. فيعني في الاخر سمح لي بحميد وكابتن محمد ابراهيم على ما اتذكر ولا لا؟ كابتن محمد ابراهيم. فيعني ومين يا كابتن؟ عندي اصابات، عندي حميد، عندي محمد ابراهيم الجول كيبرز، وعندي النهارده علي زين. اصابه صعبه جدا. طمنا بقى على علي معلش. والله يا كابتن اسلام علي زين النهارده رجليه وقفت فجاه، لان هو وقف في الملعب السمانته فيها مشكله. السمانه؟ طب الحمد لله ان هي السمانه. الحمد لله مش حاجه ثانيه. انا افتكرت حاجه ثانيه بصراحه. انا عارف كل الناس افتكرت حاجه ثانيه، الحمد لله نحمد ربنا عليها. في مشكله في سمانته وطلع. كان كابتن محمود كان بارك للفرقه وعن طريقي وسالني على علي وقال لي بقى تعمل له احسن حاجه زي كل اولادنا زي كل لعبتنا. زي حميد ما كان عنده رباط صليبي طلع على طول على النمسا وخلص ورجع الولد وبدا يبتدي في التاهيل. يعني هي الامور طبعا ماشيه الحمد لله، الحمد لله نحمد ربنا ونقول لعلي باذن الله كده ربنا يكرمه باذن الله ويرجع بالسلامه للملاعب، لان انت عارف ان علي لعيب محترف في دينامو بوخارست. طبعا مش بتاعنا، لعيب جاي ماتش سوبر واعاره وبطوله افريقيا، لكن اكيد هنشوفه بكره مع المدير الفني مستر ديفيد، كابتن ديفيد مع ياسر لبي ورئيس الجهاز، هنشوف الموضوع شكله ازاي، هل هو هيكمل، هل هيريح، هنشوف ايه الوضع بالظبط، ربنا يعني حتى الان لم تتاكد اذا كان كابتن علي هيكمل ولا لا؟ لم تتاكد اي شيء بصراحه، ما عنديش اي تاكدات. هو النهارده هو دلوقتي يعني في المستشفى بتاع كونسولتو عشان نعرف هيقدر يلعب بكره ولا يعني سوري هيلعب المرحله الجايه او هيقعد، يعني لسه مش عارف. طيب طمنا على المرحله اللي جايه بقى يا كابتن خالد، يعني المرحله اللي جايه بطوله افريقيا ماذا سيحدث؟ كابتن اسلام حضرتك نجم كبير وعارف بطوله النهارده السوبر، هتقول له مبروك بكره، هتقول له هو ده انت هتبدا بعد بكره بطوله. انت قلت لي اساسا، انا بكلمه قال لي بقول لك ايه مفيش عندي ماتش بعد بكره. قلت له كده، قلت لهم كده، هم متعودين مني دي. هي لازم تبارك لهم يعني وتفرح معاهم. انا بفرح معاهم، خلي بالك بفرح زي طبعا طبعا انت يعني مشجع درجه ثالثه بالظبط، بتفرح زي اللعيبه. بس اصعب حاجه في الحياه ان انت تبقى مسؤول، واسهل حاجه انت تلعب. اسهل حاجه الشغلانه ان انت تلعب، صح، تلعب وسط الجمهور بتستمتع، لكن لما تبقى مسؤول بتبقى الامور اصعب كتير. لكن هم بصراحه بقول لكل فرقي وكل لعيبتي رجال سيدات ما شاء الله عليكم بجد، يعني ركزتوا اتقنتوا في العمل، بتجتهدوا جدا جدا، بتحاولوا تفرحوا جماهيركم، ما شاء الله عليهم. يا رب يكمل السيزون على خير، نوصل 4 بطولات في السيزون وربنا يكرمنا باذن الله. كم بطوله يا كابتن اللي باقيين معلش؟ ناقص لي افريقيا هاندبول، اوكي، وبطوله سوبر للسيدات ورجال في الباسكت. سيدات ورجال في الباسكت، ايوه. السيدات هيلعبوا كثيره في الفاينل، والرجال هيلعبوا لنادي الاتحاد السكندري، الاتحاد السكندري اخر وبعد كده نطلع على رواندا، دي بطوله افريقيا لكره السله باذن الله ربنا يكرمنا. بس الاربع يعني الخمس بطولات دول هم يعني الاقرب دلوقتي، يعني ان شاء الله نستنى ننتظر بعد نهايتهم، وان شاء الله تكون ضيف معانا وهنتكلم في كل حاجه، ايجابيات وسلبيات طبعا خلال اكيد عندنا سلبيات هنعرض، اكيد عندنا ايجابيات هنعرض، ويعني ده طبيعه النادي الاهلي، خلاص قفلنا السيزون فهنتكلم في كل حاجه بالظبط كده. انا يعني الحقيقه يا كابتن خالد انا النهارده بس حبيت ان انا اشكرك، لانه انا عارف الضغط الكبير جدا جدا اللي كان عليك خلال الفتره السابقه، عدد كبير من البطولات الحمد لله. ولكن المهندس عادل القيعي قال جمله عبقريه يوم الخميس، قال لك يا بخت الانديه الاخرى، لان الانديه الاخرى بتعرف تفرح ببطوله واحده، يعني لو خد بطوله في وسط 20 بطوله بيعرف يفرح بيها، لكن احنا كاهلي وكجمهور الاهلي زي ما حضرتك قلت لي كده النهارده، كلمتك قلت لك يا كابتن يعني عايزين نفرح والناس عايزه تفرح، قلت لي اسلام انا عندي ماتش بعد بكره، بعت لي المصابين يعني، لكن في النهايه يعني هذا هو الفارق ما بين النادي الاهلي واي حد تاني. فانا بشكرك جدا جدا يا كابتن خالد، ان شاء الله ربنا يكرمنا والفتره اللي جايه تبقى الاربع بطولات او الخمس بطولات اللي باقيين يبقوا يعني من نصيب النادي الاهلي. انا بشكرك جدا يا كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في النادي الاهلي. انا يعني ما اتكلمتش مع كابتن خالد كتير، لانه ان شاء الله زي ما حضراتكم سمعتوا هيكون ضيفنا وهنتكلم فيه كل حاجه، ايجابيات وسلبيات الفتره السابقه اذا كان هناك. طيب من سوبر اليد لسوبر القدم مره اخرى، المارد الاحمر البطل الاوحد
لقصة كأس السوبر المصري. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى، ولكن بعدها بعد التقرير يعني هيكون في فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى. هي الساحر السويسري مارسيل كولر، احنا هنروح ما بين اليد وما بين كرة القدم وما بين الكؤوس يعني وما بين البطولات. الحمد لله ربنا كرمنا ببطولة يوم الجمعة وبطولة أخرى، الاثنين سوبر يعني، بطولة يوم الجمعة السوبر المحلي، النهاردة بطولة السوبر الإفريقي. الساحر السويسري مارسيل كولر الحقيقة أنا بشوفه واحد من المدربين الجيدين الحقيقة، وواحد من المدربين أو المديرين الفنيين لجماهير النادي الأهلي شايفينه كويس، شايفينه ماشي بخطى جيدة الحمد لله والشكر لله. كل المباريات اللي لعبها حتى الآن هي بيجيد فيها، البطولات اللي لعبها كلها خدها بنسبة 100%، وبالتالي هو مدير فني فاهم كويس قوي من أول يوم جه فيه، فاهم إن النادي الأهلي عنده جماهير لا تقبل إلا بالبطولات، ويمكن أكد على هذا الكلام امبارح أو أول امبارح. كمان عرف سريعا أن فريق النادي الأهلي لا يسعى إلا لشيء واحد فقط، وهو الفوز والانتصارات. نجح الحقيقة كولر أنه يضع بصمته سريعا مع الفريق. الناس كلها شايفة دلوقتي أن أصبح للنادي الأهلي له شكل واضح، بطولة وهدف واحد تلو الهدف الآخر، لحد ما نجح أنه هو يتوج بثلاث بطولات مهمين جدا الحقيقة، اثنين على حساب بيراميدز وواحدة على حساب نادي الزمالك. يعني حتى هذه اللحظة ولم يكمل في مصر إلا عدة شهور، ولكن فرض كلمته وسيطرته على الجميع، وأصبح واحد من المدربين المتميزين في تاريخ النادي الأهلي. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. الحقيقة عندي حوار مع نجم سويسري الحقيقة هيكون معانا من زيورخ. عايز أقول لحضراتكم أنه مش بس واحد من نجوم الكرة السويسرية، ولكن كمان كان كابتن فريق سانت جالين موسم 99-2 في أول إنجاز كبير ومفاجأة حققها كولر كمدرب لما تولى فريق في وسط الجدول وقدر يحوله لفريق بطل وتوج بالدوري السويسري. مش بس كده، ولكن أطاح وقتها بتشيلسي بكل نجومه وقصاد المدرب الإيطالي الكبير رانييري من بطولة أوروبا. خلونا نستقبل يورج شتيل مدرب حراس مرمى جراس هوبرز الحالي، وهو يعني كان طبعا عضو منتخب سويسرا السابق. اولا بشكرك على قبولك دعوتنا رغم ان كان عندك مباراه النهارده في الدوري السويسري. اهلا بيك طبعا على شاشه قناه النادي الاهلي كابتن نيويورك. مرحبا مرحبا بكل جماهير النادي الاهلي، وهذا أمر يشرفني أن أكون معكم اليوم، وأحب أن أبارك للنادي الأهلي على فوزي ببطولة السوبر تحت قيادة المدير الفني الرائع مارسيل كولر. طيب النهاردة أنا هتكلم مع حضرتك عن بطل السوبر أو بطل ثلاث بطولات مع النادي الأهلي، وإحنا بنحتفل النهاردة بكأس السوبر المحلي مع مدربنا السويسري الحقيقة مارسيل كولر. هل توقعت سرعة تأقلمه مع الكرة المصرية في أول تجربة له خارج أوروبا وحصده يعني ثلاث بطولات يمكن في أقل من خمس ست شهور، بما أنك تعرفه كويس طبعا؟ نعم، هو التحق بالفريق من سبتمبر الماضي تقريبا، واعتقد واذا اردت ان اتحدث عن مارسيل خصوصا فاستطيع ان اقول انا كنت معه كلاعب، وحينما كان مع جراس هوبرز وكنت فريق سان جالين كما ذكرت. فبالتالي حينما عملنا معا أستطيع أن أقول أنا أقدر الطريقة التي كان يعمل بها مارسيل كولر مع اللاعبين ومع الفريق ككل. أستطيع أن أقول أنه كان أفضل مدير فني قاد هذا الفريق في يوم من الأيام.
وهذا ما أنهى المطاف بالفريق أن يكون بطلا للدوري السويسري. وأستطيع أن أقول أن مارسيل كولر كان يستطيع قيادة الفريق بشكل حكيم. والأمر كان جديدا على اللاعبين حينما تحضر مدير فني بهذا المستوى للاعبين بمستوى عادي، فبالتالي يكون مجهود كبير للمدير الفني، وقد وصل لأفضل نتيجة مع فريق سان جالن. وأستطيع أن أقول أن مارسيل كولر يستطيع أن يفعل شيء جيد مع أي فريق، وهذا ما حدث بالفعل مع النادي الأهلي. لا نستطيع أن نقارن الحال مع سان جالن بالحال مع الأهلي حاليا، ولكن الأمر مختلف بالطبع في مصر. ولكن ما رأينا مع مارسيل كولر مؤخرا، أعتقد أننا نستطيع أن نقول أن الأمر كان الآن أشبه بما حدث مع سان جالن. فالفريق الآن اللاعبون انسجموا مع مارسيل كولر بشكل كبير، وأعتقد أنه يوجد المزيد من البطولات المحتملة للفوز مع مارسيل كولر مع النادي الأهلي. الحقيقة في مدارس كثيرة للمديرين الفنيين. مدرسة كولر من المدارس اللي هو بيقف على الخط ما بيتحركش كتير، مدرسة هادئة. هل دي طبيعته أيضا عندما كان متواجد في سويسرا، ولا اختلف الأمر دلوقتي؟ يعني احنا هنا في جمهور النادي الأهلي بيشوف ان هو دائم الوقوف بهدوء، ما بيتحركش كتير، ما بيجريش كتير، ما بيعملش كتير، ولكن قراراته دايما بتبقى سليمة. يعني هذا سؤال جيد، لأن من شخصية مارسيل كولر هو هادئ بطبعه، ليس من النوعية المديرين الفنيين الذي يقوم بجلبة على الخط، وإنما هو مدير فني هادئ يوجه اللاعبين بشكل حكيم. وحينما عملت مع مارسيل كانت هذه طبيعته، وهو من النوعية من المديرين الفنيين الذين يحضر بشكل ممتاز للمباراة، فبالتالي يركز جيدا. فهذه هي طريقته، هذه هي شخصيته. هو لم يتغير، هو يستطيع أن ينقل هذا عن طريق شخصياته للاعبين وللفريق ككل. وأستطيع أن أقول أنه مدير فني ذكي. هو دوما في غرفة خلع ملابس لا يصرخ كثيرا ولا يتحدث بصوت عالي. هو حينما كان يدرب سان جالن كان هذا الأمر نفسه كان يتعامل بهدوء مع اللاعبين. وبحكم كوني كنت كابتن للفريق، فأستطيع أن أقول أن هذه طريقة مارسيل كولر طوال الوقت. نعم، أنا الآن مدرب حراس مرمى لجراس هوبرز، ولكن من الوقت الذي قضيته مع مارسيل كولر أستطيع أن أقول بالنسبة لي أنه كان القائد حكيم، وكانت هذه هي طبيعة وظيفته منذ أن كان في سويسرا. بالنسبة لي هو يعمل بجد، هو حازم مع اللاعبين، ولكني أعتقد أنا فخور بالفترة التي قضيتها مع مارسيل كولر. نعم، أنا فخور بهذا الشخص، ولكنه كما ذكرت لم يكن يحدث أي صخب في غرفة خلع الملابس وكذلك على الخط. طيب، هو في دوما في معزل عن الأخبار وعن التلفاز، هو يفكر جيدا في المباريات فقط. طيب، برضو عايز أسألك، بما أن حضرتك قلت لي أن أنت كنت كابتن الفريق، هل مارسيل كولر بيتعامل مع كابتن الفريق بشكل مختلف، بمعنى أنه بيتعامل معه طبعا كلاعب، ولكن
كأحد أعضاء الجهاز الفني؟ بيديله مسؤوليات زيادة؟ حسنا، أنا الأمر دوما لا يتعلق بالكابتن فقط أو بقائد الفرقة، ولكن يتعلق بلاعبين معينين في الفريق لقيادة الفريق. لكن إذا أردت أن أجيب على سؤالك، سأقول أنه كان يتعامل بكل مع كل واحد بطريقته الخاصة، لأنه يريد أن للفريق أن ينجح. نعم، قائد الفريق يجب أن يكون له اليد العليا، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يكون له تعامل ممتاز مع باقي اللاعبين. بالنسبة لقائد الفريق، فالمدير الفني وقائد الفريق يعملان بجد. في هذه الحالة أعتقد أن نعم، القائد الفريق يجب أن يكون لديه مسؤولية خاصة، والمدير الفني يلاحظ هذا تجاه النادي، وهذا هو ما تعلمته من مارسيل. السوبر كان البطولة الثالثة لكولر مع الأهلي. كولر نفسه قال إن هو مش بيشبع من البطولات. كيف يعمل كولر على تجديد دوافع اللاعبين خصوصا داخل النادي الأهلي لحصد المزيد من البطولات؟ يعني النادي الأهلي عندنا بعد أقل من أسبوع قبل نهائي دوري أبطال إفريقي، فكيف يعمل على تجديد الدوافع؟ نعم، أعتقد أنه قادر على ذلك، لأنك إذا أحضرت النجاح للنادي أو للاعبين فأنك تكون في منطقة الأمان، واللاعب في هذه الحالة يفعل ما تأمره كالطفل الصغير. إذا تذوق اللاعب حلاوة الفوز بالبطولات، وخصوصا في هذه الفترة القصيرة، فأعتقد أن مارسيل الآن عليه مجهود كبير أن يجدد هذه الدوافع لدى اللاعبين، وأن يذهب إلى ملعب المباراة ليفوز بالمباراة. يجب عليه أن يقنع اللاعبين بهذا. أعتقد أنه والنادي الأهلي كذلك لا يمل من الفوز بالمباريات. أخيرا، لو حابب تقول رسالة يعني لمارسيل كولر. أعتقد أني أريد أن أقول له شيئين. تفضل. كشخصيا لا أتحدث عن قائد فريقه السابق، ولكن شخصيا لمارسيل، كن جزءا من المجتمع الذي أنت فيه. الأمر لا يتعلق باللغة فقط، ولكن أن تستمع للآخرين، وأن تستمع لما يريد أن يوصله لك الآخرين من دروس. هذا ما تعلمته من طريقتك. ربما فعلت ذلك كقائد من قبل، ولكن هذه مسؤولية كبيرة الآن. والشيء الثاني، أنا سعيد لك، أنا سعيد بالنجاح الذي حققته في هذه الفترة القصيرة مع الأهلي. هذا نجاح عظيم، دوما سأتابعك وأتابع مسيرتك مع الأهلي، وسأتابع الأهلي طالما مارسيل كولر قائدا للفريق. شكرا جزيلا يورج شتيل، طبعا نجم النادي، نجم مدرب حراس مرمى جراس هوبرز السويسري، وايضا حارس مرمى سويسرا السابق. شكرا جزيلا على وجوده معنا الحقيقه، وقال لنا كلام مهم جدا فيما يخص شخصيه، او قربنا اكتر الحقيقه اكتر واكتر من مارسيل كولر. وطبعا كل المسجز دي هتوصل، او كل هذه الرسائل هتوصل لمارسيل كولر، إما كانش يعني هو بيتفرج، لأن احنا كنا قايلين له. عموما ده برضو كان موضوع مهم جدا عندنا. نكمل بقى أخبارنا النهاردة في البيت الكبير. طبعا احنا منتظرين وصول كابتن حميد اللي هيكون معانا بعد قليل، وأيضا كابتن محمد إبراهيم اللي هيكونوا معانا بعد قليل مع كأس السوبر الإفريقي. نحتفل بكأس السوبر المصري لكرة القدم، وكأس إن شاء الله السوبر الإفريقي ل
لكرة اليد في موضوع مهم بس لغاية لما الكباتن يجوا. حابب أتكلم مع حضراتكم من وقت تتويج النادي الأهلي بلقب السوبر، وسامعين زي ما قلت لكم في بداية كلامي، أنا بس هركز دلوقتي بقى في هذا الكلام لأنه أنا مش فاهم الحقيقة. أنا كسبت، أنت زعلان ليه؟ أنا كسبت، الأهلي دايما بيكسب، وحضرتك متوقع حاجة تانية؟ أي حد يعني، ولا كنت مخطط لحاجة تانية؟ ممكن تكون لقيت مستواك أقل من مستوى النادي الأهلي فخلعت، مش أنا ماليش علاقة، حاجة ما تخصنيش، أنا ما بتكلمش على أي حد، ولكن أنا بتكلم بشكل عام. النادي الأهلي هو الأفضل حاليا، زي ما كان في وقت أندية تانية هي الأفضل، لكن دلوقتي النادي الأهلي و 80 أو 90% من الوقت النادي الأهلي بيكون هو الأفضل. فجه فريق بيراميدز لاعب النادي الأهلي، صح؟ مظبوط. فريق بيراميدز واحد من أهم الفرق أو من أفضل الفرق اللي موجودة في مصر في خلال هذه الكاسكواد. يعني لما تيجي تبص على مجموعة اللاعبين اللي موجودة في فريق بيراميدز هتجد مجموعة لاعبين جيدين. يعني حتى يمكن ما كنا بنتكلم وبنسأل نجومنا انت الأفضل انت تلعب الزمالك ولا تلعب بيراميدز من الناحية الفنية، مباراة أهلي وزمالك طبعا محدش يقدر يتكلم ان هي مختلفة عن أي مباراة أخرى، ولكن أنا بتكلم من الناحية الفنية. من الناحية الفنية هجوم وخط وسط نادي بيراميدز أفضل فنيا من خط وسط وهجوم نادي الزمالك، ولكن طبيعة المباراتين مختلف. لما الأهلي يلعب بيراميدز غير لما الأهلي يلعب الزمالك، طبعا أنا مقر بهذا الأمر، ولكن أنت كان نفسك أن بيراميدز أو حد يعني كان نفسكم في بعض من لا يشجع النادي الأهلي كان نفسهم أن بيراميدز ياخد البطولة من النادي الأهلي، وده وارد على فكرة في كرة القدم فيها كل النتائج، مش نتيجة واحدة، مش النادي الأهلي يكسب بس. ولكن اللي عايز أقوله إن دخول النادي الأهلي أي مباراة وأنت مغمض عينك كفة الأهلي هي بتكون الأرجح فنيا يعني بنسبة كبيرة. يعني الموضوع مش صدفة ولا حظ ولا إن أنا مستني ركلة جزاء زي ما البعض بيحاول. دايما في قاعدة بتقول إيه؟ اكذب اكذب اكذب، افضل اكذب 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 لغاية لما الناس تصدقك. هناك البعض بيحاول تطبيق هذه النظرية على الشاشة. بص على تاريخ النادي الأهلي في السوبر، تاريخ البطولة نفسها، هتلاقي سيطرة كاملة من الأهلي. تخيل حضرتك إن 20 نسخة، 20 نسخة، الأهلي كسب كام نسخة؟ 13 نسخة. موجود في 4 نسخ أخرى خسر منها 3 بركلات الترجيح، يعني بركلات ترجيح. يعني 17. أول نسخة كمان اعتذر فيها النادي الأهلي، عشان كده عشان كان ساعتها يعني مرتبط ببطولة أفريقيا. ونسخة كمان خسر فيها الدوري والكاس بشكل دراماتيكي زي ما حضراتكم فاكرين، يعني تفتكروا نهائي الكاس أمام المقاولين والأهلي ما كانش موجود في البطولة. اللي عايز أقوله يعني إن أي بطولة في مصر وفي أفريقيا البطل التاريخي دايما بيكون النادي الأهلي، فبلاش تتكلم، بلاش حد يتكلم يا جماعة عن البطولات وخلاص. يعني هنفضل نعمل كده طول الوقت، هنفضل نعمل كده وخلاص. يا جماعة الخير، الأهلي كسب السوبر المحلي عن جدار لعبا ونتيجة ومستوى. يعني ده باعتراف كل الناس، عرق لعبته وتعب لعبته وجهازه الفني موسم كامل، تعب موسم كامل بينتهي على الأقل لغاية دلوقتي بالسوبر، مش صدفة. طب هتقولي طب إيه اللي بيقوله باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز بعد نهاية اللقاء؟ ما لازم يقول كده يا جماعة، واحد مغلوب 3 نهائيات من النادي الأهلي، نهائي الكاس، نهائي مكان بمدير فني لنادي الزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا القاضية ممكن كسبنا، في نهائي الكاس مع بيراميدز مكان مدير فني لبيراميدز اللي من شهر ولا من شهر ونص نادي الاهلي كسب، النهارده او يوم الجمعه نادي الاهلي كسب. لازم يطلع يقول كده لانه خائف، بيخاف اكيد من اللي اقالته، بيدور على اي مبررات. لازم يقول اللي هو عايزه، هو حر طبعا كل مدير فني يقول اللي هو عايز، بس ما تدخلش النادي الاهلي طرف في اي حاجه.
اقول يطلع يقول اي مبررات تعمل اي قلق وخلاص، وقتها الناس هتتكلم عن التصريحات، ما حدش هيتكلم عن النواحي الفنيه في المباراه. نادي الاهلي كان متفوقا فنيا. يعني انا شخصيا كمان الراجل ده باتشيكو، يعني ما اعرفش، انا بحس ان هو ساعات بحس ان هو مدير فني جيد. طبعا ما عنديش مشكله انه ماسك فريق زي بيراميدز، ولكن في النهايه هلتمس له العذر، لان الاهلي اصبح عقده ليه. خسر ثلاث بطولات نهائيات مختلفه، اكيد مش مركز خالص في الكلام اللي بيقوله 100%. يعني حضراتكم عارفين بدايه العقده كانت منين، في 27 نوفمبر 2020 لغايه امبارح، لغايه اول امبارح. فانا مش عايز حضراتكم تشغلوا بالكم بهذا الامر، ما تبحثش يشغل باله بالكلام اللي بيتقال. كل اللي بيتقال معروف بيتقال من مين وليه. يعني ما فيش حد مثلا طالع محايد وطالع يتكلم بطريقه وحشه على النادي الاهلي او بيقول هذا الكلام عن النادي الاهلي، لا ابدا ابدا. كل اللي بيتكلموا معروفين انتماءاتهم ايه وبيعملوا ايه. قال لك ان يعني احد المنافسين هيتغنى بالتصريحات دي فاعمل بلبله. والحقيقه برضو مشي وراه المدير الرياضي والمدرب العام اللي يعني لفوا على كل القنوات الحقيقه، ويعني بيقولوا اتظلمنا. انا طبعا يعني الناس دي بتصعب عليا والله العظيم، انا الناس دي بتصعب عليا، ولكن في النهايه كلهم اصدقاء وزمايل وكل حاجه. انا مش اقصد، ما اقصدش الناس دي ان انا اتريق ولا حاجه، ولكن والله بجد انا بتبقى عندي مشكله. النادي الاهلي الاقرب دائما للفوز في كل حاجه، بجمهوره، بكل حاجه حلوه، بدون اي شيء اخر، بدون اي شيء اخر. اتمنى ان كل هذه الامور حضراتكم تبعدوها بعيد، وخلونا نفرح ونتبسط بكاس السوبر اللي فزنا بها يوم الجمعه، والنهارده ايضا بكاس السوبر اللي فزنا بيها النهارده، كاس السوبر الافريقي. ده كاس السوبر لكرة القدم. إن شاء الله بعد هذا الفاصل هنستقبل نجوم وأبطال كرة اليد على الهواء مباشرة للاحتفال بالسوبر الإفريقي لكرة اليد على الهواء مباشرة. هيكون معانا الكاسين، كاس السوبر هم يحتفلوا معانا بيه، وإحنا نحتفل معاهم بكاس السوبر الإفريقي لكرة اليد، ولكن بعد هذا الفاصل الأبطال في ضيافة البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. خلونا نرحب بابطال هذه الملحمه الكبيره جدا الحقيقه، الفوز بالسوبر الافريقي. النهارده هيكون معانا اثنين من النجوم الكبار الحقيقه. النجم الكبير طبعا كابتن محمد ابراهيم المدرب العام للنادي الاهلي. ازيك يا كابتن محمد؟ اهلا بيك يا كابتن. اخبارك ايه؟ الحمد لله، تشرف ومنور، والف الف مبروك. الله يبارك في حضرتك وده نورك. يعني سعداء جدا، ولكن خليني الاول ارحب بالنجم الاخر او النجم يعني ان شاء الله يرجع لنا بالف الف سلامه، وكان له دور كبير جدا جدا الحقيقه في الوصول لان احنا نقدر نكسب هذه المباراه الحقيقه. النجم الكبير كابتن عبد الرحمن حميد. ازيك يا حميد؟ تمام الحمد لله. اخبارك ايه؟ الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. يعني اولا انا يعني بشكركم جدا 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 على اصراركم ان انتم تبقوا متواجدين معانا النهارده والاحتفال، وحتى لو بشكل جزئي يعني، مع جمهور النادي الاهلي اللي مستنيكم النهارده بالملايين وهو قاعد بيتفرج عليكم، ومبسوطين جدا 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 بالشكل العام اللي اتغير لكره اليد. وهبدا بيك يا كابتن محمد، وبعد كده وبكم البطولات الدوري وكاس وسوبر افريقي، وان شاء الله البقيه تاتي. مش عايزين نحسد نفسنا. لا والله طبعا الحمد لله. يعني بشكر حضرتك الاول، واشكر قناه النادي الاهلي، يا بيتنا طبعا في الاول وفي الاخر، احنا كنا في بيتنا بالظبط، وده اقل واجب نقدر نعمله مع القناه بتاعتنا ان احنا نبقى موجودين فيها على طول. يعني طبعا بشكر ربنا وبشكر الجمهور وبشكر مجلس الاداره وكل زمايلي على اللي حصل الفتره اللي فاتت دي. هم فعلا تعبوا، لان يعني من اول يوم الناس امنت بالمشروع بتاعنا ان احنا جايين نعمل حاجه كويسه في المكان ده. في البدايه بيبقى في حبه صعوبات كالعاده، اتكعبلنا شويه، لكن الميزه ان احنا امننا كستاف وكلعيبه ان احنا ان شاء الله الاحسن جاي. فهو ده الحمد لله اللي عمل التغيير، ان انت تجتهد وتشتغل على حاجه ممكن يكون في البدايه صعبه. الدنيا في الاول شكلها ما كانش احسن حاجه، وحصل بعض العثرات، بدات الناس تتكلم ايه ده مدرب جديد وجاي وبياخد وبيعمل والفرق هي هي، الكلام الطبيعي، ايه الفرق بينكم وبين اللي قبليكم.
اهم حاجه ان احنا قفلنا على نفسنا ما اهتمناش. ودايما كنت اقول لهم الكلام ده، ولا الكلام الحلو يخليك تفرح قوي، ولا الكلام الوحش يخليك تتاثر جد قوي. طول الوقت خد الامور بهدوء وباتزان، ان خلينا ماشيين زي ما احنا. الحاجه الكويسه ان شاء الله جايه قدام، خطوه خطوه هنوصل ان شاء الله للهدف اللي احنا رسمينه للاهلي ان شاء الله. الف سلامه يا بطل. والله يعني انت مش متخيل احنا واحنا قاعدين بنتفرج على المباريات سواء في الدوري او في الكاس قد ايه احنا كنا سعداء بالمستوى اللي انت بتؤدي بيه، وكلنا زعلنا ان انت يعني كل جمهور النادي الاهلي الحقيقه زعل على هذه الاصابه، ولكن احنا عارفين طبعا هي اصابات قدريه الحمد لله والشكر لله، وعندنا دايما حراس مرمى ابطال يعني لو حميد مش موجود في غيره وغيره وغيره. طبعا انا بشكرك طبعا، كنت سامي الاول ان حضرتك استضفتنا، وبشكر او بهدي البطولات دي لجمهور النادي الاهلي. زي ما كابتن محمد قال احنا اكيد مرينا بفتره صعبه يعني هي كانت طولت بس طولت بصراحه بس الحمد لله ربنا قربنا الحمد لله بالدوري السنه دي والكاس، وقدرنا نعمل يعني نجمع الثنائيه لاول مره من 9 سنين تقريبا نادي مصري يعني 14 احنا اول فرقه الحمد لله، وكنا اخر فرقه عاملينها، وقدرنا الحمد لله النهارده برده ناخد كاس السوبر ونتاهل لكاس عالم الانديه لتاني مره على التوالي. فده مجهود الفرقه كلها، وده يعني اقل حاجه نقدر نعوض الجمهور بيها. عايز اعرف ايه الفرق برده يا حميد، الناس عايزه تعرف يعني. انا في اول السنه الحقيقه اتقال لي من مجلس الاداره ان احنا بنراهن على مجموعه اللاعبين، يعني انا سالت الحقيقه وانا اسف ان انا بقول هذا الكلام، ان كلام كانت يعني بيني وبين اعضاء المجلس، انه اتقال لي ان احنا هنراهن على مجموعه اللاعبين الناشئين اللي طالعين، وهنقدر يعني نستفيد منهم وناخد بيهم بطولات. ايه اللي اتغير؟ قول لي الحقيقه، انا عايزك تقول الحقيقه ان كل جمهور النادي الاهلي عايز يعرف ايه اللي اتغير. لا هو الصراحه يعني انا حاسس ان هي زي ما كابتن محمد قال ان هي هو مشروع اتبنى ايوه باستمراريه، احنا ما نجحناش على طول، بالعكس احنا وقعنا كتير وخسرنا بالزبط. كتير احنا بقالنا 4 سنين تقريبا بنكسب يعني ما بنكسبش بالطريقه دي، احنا كنا بنكسب بطوله في الموسم بنكسب بطولتين لو عرفنا، بس هي استمراريه وكل واحد مؤمن بنفسه ان هو يقدر يعني يقدم حاجه وان هو يتطور من نفسه. فربنا كرمنا الحمد لله ان احنا السنه دي بان شكل تاني، حتى في بدايه الموسم لما خسرنا السوبر المصري كان شكلنا كويس. وطبعا بصراحه بقى مجيء الجهاز الفني كله على اعلى مستوى طبعا، من اول ديفيد لحد يعني الناس كلها اللي جت السنه دي. الصراحه كابتن محمد فينيو في الاجوان، انا الصراحه يعني ممكن اتكلم عليه للصبح. وفي طبعا الدكاتره وكل حاجه الصراحه اتغيرت عشان ابقى صريح برضه. تحس ان كابتن محمد يعني حتى قريب منكم في السن؟ لا هو كابتن محمد لاعب، هو كابتن الفريق يعني فاهم طبعا يعني انا بتكلم ان هو يعني تحس ان هو من هنا لهنا على طول. طبعا هو حتى يعني كابتن محمد اكبر مني ب 16 سنه انا لعبت معاه، فهو ما فيش حد تقريبا في الفرقه ما لعبش معاه، فاحنا طول عمرنا بنعتبره يعني اخ كبير لينا، وغير ان هو المدرب بتاعنا، بس هو الصراحه بيتعامل معانا كلنا بيحل لكم مشاكل يعني. يا نهار ابيض بعمل لهم وبحل ده شايل واحد عليا في الاوضه والله. طب دي حاجات مهمه خلي بالك والله. ده اقول لك حاجه، كانت ليله ماتش الدوري ايوه، وحصل مشكله هو للحين يعني وبس، وكسبنا الدوري الحمد لله. عشان المشكله دي اقسم بالله انا بحل. ايه اللي حصل؟ يعني ما ينفعش نقول. طب خلاص يعني عايز تقول قول. مش مشكله اي طبعا اي كليبس بيحصل فيها ساعات شد وجذب. على فكره ده نجاح بالظبط، وده اللي انا قلته لهم. قلت لهم الموضوع يبان بشكل سلبي لما يحصل زعيق بعد خساره او بعد شكل وحش، الموضوع الناس تبقى فاهماه بشكل سلبي، لكن صدقوني انا على قد ما انا يبان ان انا كنت متعصب عشان وقفت في الموضوع، لكن انا من جوايا مبسوط. هو ده رياكشن طبيعي. الفرقه خايفه عايز يرجع، خايفه وخايف على شكلها، هو ده رياكشن طبيعي. قلت لهم صدقوني انا مش متضايق، انا متضايق بس لحبه تفاصيل بدون دخول فيها، لكن هو ده رياكشن طبيعي. فرقه خسرانه لازم يبقى فيه، لازم نموت نموت نفسنا. ده اللي انا لما شفته فعلا حسيت هو ده التغيير اللي احنا عاوزينه، ان الناس تبقى فاهمه الخساره شيء مش طبيعي. لا يعني الرياضه دايما يقولوا مكسب وخساره والكلام ده، انا غير مؤمن بالموضوع ده. الرياضه من وجهه نظري اللي عايز يبقى عظيم او الناس تفتكره لازم يكسب. مفيش فرقه بتخسر والناس بتفتكرها. مفيش واحد بطل يعني الابطال الاولمبيين اللي الناس بتفتكرهم عشان هو خسر، لا عشان هو كسب. فدايما اللي عايز يحقق حاجه لنفسه عايز يحقق حاجه للفريق لازم يكسب. فموضوع مكسب وخساره وما حصلش حاجه يا جماعه انا اسف ده كلام انا غير مؤمن بيه، وده اللي انا كنت لازم انقله للعيبه، ان انت يا مكسب يا مكسب، خساره لا يبقى في مصيبه، في حاجه حصلت، في كارثه،
ما ينفعش الموضوع يعدي كده ان خلاص خسرنا فحصل بالعكس خير. لازم نقعد نتخانق ونزعق بالزبط. ونعمل علشان نطلع كل اللي جوانا عشان نقدر نبني من الاول بالزبط. هو ده الروح يعني مش عايز اقول روح جديده لكن ان احنا صحيناه تاني ان انت تزود الدوافع تخلي الناس عندها غيره على المكان وعلى نفسها على نفسها الموضوع مهم جدا ان انت ما عندك غيره على نفسك انا مش نازل انا اسف اي حد معدي في السكه يكسبني بالظبط خليه يكسبني لا انا لعيب عندي شخصيه وعندي مستوى ما انزلش عنه وعندي كرامه لازم انزل اعبر بيها جوه الملعب واللعيب بيكتسب احترامه وكرامته عن طريق ادائه مش بحركاته صحيح. بس هو ده يعني في المجمل بره الهاندبول يعني حميد برضو ماشي ايه وريني فرجني طيب ماشي حميد هو بيرفع الكاس اهو ماشي يا سيدي لقطه بالنسبه لك مهمه جدا يا حميد يعني طبعا الصراحه يمكن بص الفرحه يعني لا يعني هو ما لعبش يعني ما هو ده اللي يوري ان في تغيير حصل اتفضل اللعيبه بتدور على حميد اتفضل عشان تدي له الكاس دي روح هو بصراحه يعني دي محمود ابراهيم دي صراحه هم بيضايقوني برده ايوه انا واضح هم بيضايقوني برده فمش عارف واضح مش هقول ليه لان الحاجات دي لا طبعا هو الفكره ان انا بصراحه دي اهم بطوله في الموسم عشان ابقى صريح طبعا كان نفسي العبها واي لعيب يبقى نفسه يلعب كاس السوبر الافريقي عشان يتاهل للسوبر جلوب فاللعيبه كلها عارفه ان انا يعني او ان انا تاثرت ان انا مش هشارك في بطوله زي دي او ان انا مش هقدر ابقى مع الفرقه في بطوله زي دي فدي مش يعني مش جديده عليهم الصراحه هم يعني انا اصلا كنت حابب طبعا اشكرهم على الاداء وعلى الروح النهارده الصراحه يعني انا كنت هموت وانزل العب بس طبعا بشكر طه الاول طه طبعا ما شاء الله عليه الصراحه والله يعني فعلا اسد واحد من نجوم المباراه الحقيقه طبعا طبعا هو الصراحه عارف يعني ما شاء الله عليه هو دايما في وقت يعني المشكله ان هو دايما بينزل بيبقى عليه دور في وقت صعب جدا بس هو ما شاء الله كل مره بيبقى يعني بيثبت ان هو قد الكلام ده وبشكر الفرقه كلها طبعا على الروح وعلى الاداء والله حاجه جميله جدا ان احنا نقدر نحقق البطوله دي في ملعبنا والجماهير موجوده كمان طبعا برضه يا كابتن محمد مهم جدا اسالك النهارده يعني علي زين انا اطمنت من الحقيقه من الكابتن خالد العوضي معانا الحمد لله الحمد لله الحمد لله كرم من عند ربنا ان هي ما جاتش يعني انا افتكرتها حاجه ثانيه بصراحه وقال لي سمانه الحمد لله سمانه فتعدي على قد يعني هل من يعني طبعا ده كلام مش رسمي ولكن هل يعني ممكن يقعد وقت طويل ولا ايه اللي هيحصل؟ والله طبعا حضرتك عارف بعد الاصابه على طول بيبقى صعب الدكتور يقدر يقول دي هيبقى كذا فهو غالبا مستني اما الدنيا تهدى شويه طبعا لسه يوم بكره يبص عليه لكن هي سمانه خلاص يعني ان شاء الله ما يعني اقل الاضرار الحمد اقل لله. الاضرار طيب خلينا نروح للنجم الكبير ايضا واحد نجوم واحد كباتن النادي الاهلي النجم الكبير كابتن ابراهيم المصري يا ابو الكباتن اهلا بيك كابتن اسلام ازي حضرتك مبروك يا حبيبي الف مبروك ما جتش ليه بس انت لا صح انت يعني عشان بسم الله ما شاء الله ربنا يبعد عنك واحد من الابطال النهارده انا مش عايز اقول لحضرتك انه قبل الماتش عنده مشكله في بطنه انا اسف الكلمه ترجيع قبل الماتش ترجيع بين الشوطين لدرجه ان رحت له يا مصري لو في حاجه اقعد قال لي لا ما تقولش حاجه انا هلعب بصراحه يعني مش عايز اقول واحد من يعني من اهم اللعيبه الموجوده في العالم يعني بس عشان اديله حقه والله مش مبالغه هو عارف انا بقول له الكلام ده جوه الملعب وانا مستحق الحقيقه فعلا مصري واحد من اهم اللعيبه الموجوده في العالم وانا حابب حبيبي يا ربنا يخليك ربنا يخليك وانا حابب اقول له حاجه برده يا كابتن اسامه معلش برده اتفضل يا مصري لو كرة جات لك صدها ما جات لكش ما صدهاش الموضوع إيه؟ سهل يعني هي دي المشكله لا احكي لي لا انا عايز افهم احنا الناس مش احنا والناس مش فاهمين عادي سهله لو ما جات لكش يا مصري ما صدهاش الموضوع سهل هو 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 حميد دايما بيطلع يفضل يتكلم ويقول اي حاجه فما كنتش اقول له يا ابني اقف في الجون وركز مالكش دعوه الكوره جات لك صدها ما جات لكش اقف في الجون ما تتكلمش يعني المصري كان تعبان انت بتقول كان تعبان انا شايفه عمال يزق ويحمس اللعيبه يعني بصراحة. مسك في كام واحد كده وزق وكام زقه في الاخر لما النتيجه قربت شويه وهتكلم على النقطه دي ولكن دور كباتن الفرقه برضو كابتن ابراهيم يعني الحقيقه واضح جدا 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 ان ليكوا دور كبير جدا سواء حضرتك سواء كابتن اسلام كباتن الفرقه يعني ليكوا دور مهم جدا في هذا الفوز والفوز الحمد لله والشكر لله السيطرة على الأقل هذا الموسم والله الحمد لله في البداية طبعا أنا برحب بكابتن محمد إبراهيم طبعا ويعني برضو أنا عايز أقول حقه كلام كتير لأن محمد إبراهيم أثر معانا محمد إبراهيم يعني بيعتبر مننا واحد مننا إحنا بنعتبر واحد مننا مش من الجهاز قريب جدا من اللعيبة اللعيبة كلها بتحترمه اللعيبة كلها بتسمع كلامه لما بيتكلم معاه يبقى أخ مش مدرب ودايما بيحط يعني بياخد باله من نقط معينه كده ممكن مش اي حد ياخد باله منها
فانا بحييه وبقدر دوره دوت، وهو كان ليه دور كبير جدا في اللي حصل في النهائي. ده رقم واحد. رقم اثنين حميد، طبعا احنا بنفتقده جدا. حميد يعني من الاسباب الرئيسيه اللي احنا وصلنا فيه السنه دي. عمل ماتشات كتيره جدا في الدوري، وكان ليه برضه دور رئيسي في ان احنا نكسب الكاس. جدا في الفتره الاخيره. حميد اصبح نجم كبير، الناس بتقلق منه. فانا بتمنى له ان هو يرجع احسن من الاول، وانا عارف ان هو هيرجع احسن من الاول. وان شاء الله كله خير، وده امتحان، وان شاء الله يقدر يرجع ويفيد الفرقه تاني باذن الله. يا رب ان شاء الله. موضوع بقى كباتن الفرقه، اكيد طبعا احنا كلاعيبه كبار لينا دور، لان احنا معانا فريق معظمه مواليد 98 و2000. الناس دي اول مره، يعني شايف كتير منهم اول مره يلعبوا في الموقف ده. احنا كجهاز فني وكلاعيبه كبار اكيد لينا دور ان احنا دايما بنهيئهم قبل الماتش، ازاي ينزلوا الماتش وهم مستعدين، ودايما بنتكلم معاهم. والحمد لله لغايه دلوقتي الدنيا ماشيه كويس، وناقصنا بطوله ربنا يكرمنا ونقدر ناخدها باذن الله. يعني كابتن ابراهيم، النهارده المباراه الحمد لله من اول المباراه لاخرها الامور ماشيه كويس جدا، باستثناء 7-8-9 دقائق في النص كده النتيجه كان الفارق 7، اصبح فجاه انا يعني دخلت يعني قمت ورجعت لقيت النتيجه 24-23. يعني الوقت ده تحديدا انت حسيت بايه؟ بص، هو طبيعي جدا انت بتلعب ديربي قدام فريق محترم زي فريق الزمالك، بيضم عناصر فيها ناس كلاس ايه على مستوى العالم مش على مستوى مصر وافريقيا. فطبيعي جدا ان الماتش يبقى فيه منحنيات، بس هي الفرقه لما تبقى المحنه بتاعها نازل تقدر تتدارك الامر بسرعه وتقدر تقوم، واحنا قدرنا نعمل كده. ان احنا لما السكور قل ما تاثرناش، ما تهزناش، لا بالعكس. الجهاز الفني طلب تايم اوت، وقفنا اتكلمنا مع بعض وقلنا هنعمل ايه في الهجمه الجايه، ومشيت واحده واحده. فطبيعي جدا ان في الماتش الفريق يبقى طالع نازل زي ما قلت لك، بس اهم حاجه لما تطلع تستغلها. يعني احنا لما كنا كويسين قدرنا نستغل، والسكور تقريبا نص 7 أو 8، فدي حاجه مميزه. في نفس الوقت لما نزلنا ما وصلناش للتعادل. ممكن ماتشات هاند بول بتقلب في 5 دقائق، ممكن نوصل للتعادل ونخسر فرق 1 أو 2، بس الحمد لله عند سكور 1 قدرنا ان احنا نقوم تاني، والكيرف بتاعنا يطلع تاني، ودي حاجه مش سهله. يعني فعلا دي حاجه مش سهله ان الفرقه تبقى واقعه وتلحق نفسها على اخر جول وترجع تاني. انا بحيي الجهاز الفني واللعيبه على ده يعني. طيب وحضرتك معانا، خلينا نروح ايضا لاحد النجوم الكبار واحد نجوم هذه المباراه تحديدا، عمر خالد كاستيلو. يا كاستيلو الف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا كابتن اسلام. الف مبروك، وسعداء جدا جدا بوجودك معانا. ومعانا طبعا كابتن محمد، مش عارف ليه كل ما اقول اسم هيضحكوا، سواء كابتن محمد او كابتن حميد، واعتقد ايضا كابتن ابراهيم وهو قاعد في العربيه بقى، ولا شوف هو قاعد فين بيضحك برضه. حبيبي يا كابتن اسلام، وشرف ليا موجود مع حضرتك، وبتكلم على كابتن محمد ابراهيم العالمي وحميد، وبتكلم على مصر طبعا لو قاعد في العربيه وسامعني. يعني الف مبروك يا كاستيلو، مباراه صعبه ولكن بسم الله ما شاء الله. انا شايف الروح اللي بينكم كلها يا كابتن محمد، يا كابتن حميد، يا كابتن ابراهيم، يعني سواء كبير صغير مدرب لاعب، يعني حاجه جميله جدا جدا يا كاستيلو. طبعا وبقول له طبعا لكابتن محمد شكرا على الحاجه اللي عاملها معانا. كابتن محمد ابراهيم لسه مبطل مثلا من سنه وقريب مننا. بشكر ابراهيم مصري، بشكر اسلام حسن، بشكر ناس كتيره كلها جوه الفرقه بتدعمنا بشكل شخصي، سواء على اللعيبه الصغيره بتدينا لها خبراتنا، كلنا عيله واحده. بقول لهم الف مبروك، ومبروك للعيبه والجهاز الفني والاداره وجمهور النادي الاهلي العظيم. ماتش النهارده كان ماتش صعب جدا، الحمد لله قدرنا نكسبه، وربنا يكلم مجهودنا بالمكسب النهارده. اصعب اوقات المباراه يا كاستيلو النهارده لما الزمالك رجع للفارق. ما كلنا كنا، خلي بالك اصله دي كانت بتحصل قبل الدوري والكاس اللي فاتوا دول. يعني بالظبط هي ده الفارق المختلف المره دي، ان اللعيبه وقفت على رجليها، مفيش حد اتهز، طلبنا تايم اوت، قلنا هنعرف هنعمل 1 2 3. اللعيبه كانت واثقه في قدراتها، واثقه في الكلام اللي هيتقال. دي حاجه كويسه ان احنا بعد ان الزمالك يرجع من السكور 6-1، بالعكس احنا ما نتهزش، احنا بالعكس احنا بنزود السكور، بنرجعه 3-4 تاني. الموضوع ده كان هو ده المفيد في الموضوع، ان الناس ما تهزتش، الناس اللي تقف على رجلها، الناس واثقه في نفسها واثقه في قدراتها ان احنا نكسب المباراه. تمام كابتن ابراهيم، يعني برضو لو حابب تقول حاجه لكاستيلو. يعني كاستيلو ممتاز جدا في الدفاع، او خصوصا في الدفاع. انا شفتك زقته كام زقه النهارده وكام تحميسه كده في النص. ده العادي ها؟ ده العادي بتاع المصري معانا. يعني انا بحس ان هو رايح، يعني عارف اللي هو ايه، عمال يعني يقول لكم يلا يفوقكم يعني.
لا كاستيلو النهارده فعلا كان مميز جدا في الدفاع، عمل كذا ستيل بلس ان البنالتيز في الماتشات اللي هي القريبه دي او ماتشات الديربي. انا الله يكون في عونك يا كاستيلو، يعني انا بقول لك الله يكون في عونك، الموضوع صعب جدا جدا، ان انت محتاج اعصاب، محتاج حد متمكن في المهاره دي. هو النهارده تقريبا شوط اربعه او ثلاثه مش فاكر قوي، جابهم كلهم الزمالك، بقى بينالتي او اثنين، فخد بالك الحاجات الصغيره دي اللي بتفرق. يعني احنا مثلا بدل ما هنجيب بلس 1 وانت ضيعت بينالتي يرجع عليك بماينس 1، فلا الموضوع مش سهل خالص. فانا بحييك وبحييك على الاداء الدفاعي خصوصا، وان شاء الله ربنا يكرمك كاستيلو اللي جاي ونقدر نحقق اخر بطوله في النصف ان شاء الله. يعني كاستيلو، بما اننا بنتكلم على ضربات الجزاء، يعني ممكن تقول لنا ايه اللي بيحصل، كيفيه تفكيرك في هذه يعني في ضربات الجزاء وانت داخل تشوط، في ظل الكابتن ابراهيم بيقول ان هي بتبقى صعبه جدا وفي اوقات صعبه جدا وبتغير نتيجه المباراه. يعني فعلا هي الموضوع مش سهل خالص، هو الموضوع بتتكتب ان انت طول الماتش تبقى مركز في حاجات كتير، فلما يجي بينالتي فانت ازاي بتركز، ازاي هتشوط، هتشوط على مين، سواء كريم او النهارده او كان السبكي، فانت تعمل حساب لكل واحد، بتقعد تتفرج عليها قبل يومين، اتفرج على كتير قوي ازاي هو بيعمل ايه، وانت مع حركتك في جسمك، فانا بقعد اتفرج. فالموضوع كان بيبقى صعب اكتر في الضغوط لما يعني السكور بيبقى قريب، فدي بتبقى كوره مهمه، وزي ما المصري قال ان هو مثلا هم ضيعوا اثنين مثلا، فاحنا بنجيب، فاحنا بيبقى عندنا ادفانتج ان احنا نكسب اكتر، هي دي الفكره. وكمان في اوقات الحاسمه ديت بتبقى في ضغوطات، بس هو الواحد لازم يبقى هادي ومركز هو هيعمل ايه فيها وهيشوط ازاي. انت قبل ما انا اخش ببقى عارف انا هشوط على مين وهعمل معاه ايه، وبفضل ابص واتفرج عليهم. يعني امال بصوا ده منك ليه في التمرين يا ابني؟ قول له قول له يا حمايه كل الكلام ده يا ابني، امال بتضيع في التمرين في السوق؟ خلاص يا عماد بس هو الراجل انا مش سامع بيقول لك قول له قول له قول له بقول لك انت عمال تقول حاجات كتير قوي، انت بتضيعها كلها في التمرين. انا والله مش عارف بضيعها في التمرين فعلا. يعني بقول لك بضيع حاجه في اللسان، والله انا اتعلمت كام واحده من كابتن محمد ابراهيم، والله دي حقيقه فعلا. ايوه فعلا سهله كام واحده كده، يعني انت بتضيعها في التمرين وبتيجي تشوطها في الماتش، يا عم عايزينك تضيعها كل يعني بالزبط. في التمرين بس بضيع كتير، يعني هو ما بجيبش كتير في التمرين يعني. يعني الحقيقه احنا مستمتعين بيكوا كابتن ابراهيم. اتفضل. اقول حاجه بس، اتفضل. انا عايز احيي لعيب معين، احيي مصر رمضان بالظبط، كان هايل النهارده. لا هو مش موضوع ان هو جاب جون او اثنين او ثلاثه، ان هو حمل المسؤوليه في الهجوم وقدر ان هو يشوط في اوقات حاسمه، فبعد ربنا بفضل الكذا كوره اللي هو تحمل فيها المسؤوليه. على فكره ممكن يضيع عادي مفيش مشكله طبعا، بس انا بتكلم على تحمل المسؤوليه، ان هو انا هتحمل المسؤوليه واشوط الكوره في الوقت الصعب ده، ربنا كرمه وجابهم. فلا النهارده محسن برضه بالنسبه لي، هايل النهارده. قبل ما اسيبكم يا كابتن ابراهيم وكابتن كاستيلو، يعني اولا توعدونا ان شاء الله ان شاء الله ببذل كل المجهود في بطوله افريقيا، لان جمهور النادي الاهلي بينتظر منكم برضو. خدنا ثلاث بطولات ولكن عايزين الرابعه كمان ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله احنا بنوعدك ان شاء الله ونوعد الجمهور باذن الله ان احنا هنعمل اقصى حاجه عندنا، وربنا يكرمنا ونكسب بطوله رابعه في النادي ان شاء الله. انا بشكركم شكرا جزيلا كابتن ابراهيم، كابتن كاستيلو، الف 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 مبروك، يعني شرفتونا ونورتونا، ودائما ان شاء الله بعد المباراه او بعد مباريات كاس افريقيا ان شاء الله نجيب الفرقه كلها بقى ونتبسط مع بعض ان شاء الله. يا كابتن محمد، كابتن محمد برضو وقت ما الزمالك رجع 24 23، في ظل وجود لاعبين كبار، يعني انا واحد من الناس من محبين، خلي بالك من محبين ومن من الناس اللي بتحب احمد الاحمر جدا جدا، لانه واحد من افضل اللاعبين اللي موجودين في العالم من وجهه نظري. ان انت يكون واحد زي احمد الاحمر بهذه القيمه الكبيره موجود في نادي الزمالك وتقدر ترجع وتقدر تعمل كده في ظل وجوده، اعتقد ان ده شيء مميز جدا جدا ويحسب لكل واحد فيكم. والله كابتن اسلام زي ما حضرتك بتقول، هي دي اللي انت تبقى مؤمن تاني، هي الموضوع ان انت تبقى مؤمن بامكانياتك ومؤمن باللي انت بتعمله، هو ده الحمد لله بيخلي الموضوع لما بيحصل دروب طبيعي الماتش طول الماتش بتعلى وتوطى تعلى وتوطى، زي ما مصري قال انت في الوقت اللي عالي فيه لازم تحاول تحقق اكبر مكاسب بحيث انت معاك جونين ثلاثه لما يحصل لك الدروب تعرف تلحق تبالانس الموضوع. فهو ان انت ازاي تبقى متماسك في الفتره اللي انت بيحصل لك فيها داونز، هي دي اللي انت مؤمن. انا مؤمن ان انا الفرق من خمسه وصل لواحد او وصل لاثنين او كده، لكن انا من جوايا مؤمن ان انا اقدر اكسب. هو ده التحويل، يعني مش بعد فضل ربنا طبعا وشغل اللعيبه، ده اللي كنا يعني ربنا كرمنا كجهاز وكمجموعه، ان احنا لازم نخلي اللعيبه تؤمن بنفسها، تؤمن ان هي قادره ان هي تكسب، تؤمن ان هي
انا وحش بس انا الكره دي لازم اموت عليها. وزي ما مصر قال نشكر محسن ونشكر كل لعيبه، بس محسن فعلا خد قرارات النهارده صعبه حقيقة عليها صعبة. وهو ده الايمان. الاول كان ممكن اللعيبه انا اسف لفظ ممكن يستخبوا في المواقف الصعبه صحيح، لكن في المواقف اللي زي دي بنبقى محتاجين كل لعيب ان هو يخش يعمل المطلوب منه بنسبه 100%، والتوفيق وعدم التوفيق دي حاجه بتاعت ربنا. يعني يا حميد وانت كنت قاعد بره ولكن عاصرت مثل هذه الامور قبل الدوري والكاس دول، معلش يعني انا كنت ببقى قاعد قدام التلفزيون، النتيجه كانت بتبقى فرق 4-3 و4 للنادي الاهلي، كنت بنزل. انا لسه كنت بقول لكم انا اسف يعني ان انا بقول هذا الكلام، كنت بنزل لان انا كنت عارف ان الزمالك هيرجع صح، وانتوا قلتوا لي اه. السنه دي الوضع مختلف، يعني النهارده وانت قاعد بره ما قلقتش لما 24-23؟ والله لا انا فعلا هي تفاصيل صغيره الصراحه، حاجات اتغيرت في كل واحد فينا. انا بتكلم عن نفسي، انا حاسس ان انا اتغيرت في حاجات كتير قوي جوه الملعب. اللعيبه كلها الصراحه زي ما كابتن حامد بيقول محسن ايا كان مين اللعيبه، غير تكتيكيا نفسيا كمان. انت كنت بتتهز لما بيحصل حاجه زي كده، ممكن تخلي هو حتى لو في فرصه ان انت ان هو ما يرجعش، لا هيرجع من كتر ما انت اتاثرت او ان انت خفت او ان انت قلقت او حاجه. انما ايمانك بنفسك او ايمانك بالناس اللي حواليك وان احنا لسه هنرجع احنا تاني وهنتقدم عليهم تاني، دي تفصيله صغيره تفرق طبعا في الماتش. هي زي ما كابتن حامد بيقول دقيقه او دقيقتين ممكن يغيروا الماتش اصلا. هم رجعوا في 3 دقايق تقريبا، غيروا في 3 دقايق، واحنا في نفس الوقت لما بقى فرق واحد لينا طه صد كوره قطعنا كورتين ورا بعض، السكور رجع 4 بقى الفرق 4 بس تاني. فهي تفاصيل صغيره. الاول ما كانش ده بيحصل للاسف، لا السنه اللي يعني قبل الدوري والكاس دول للاسف لا. انا فعلا عاشرت يعني اخر 4 سنين كنت موجود، لا احنا كنا فعلا، انا بتكلم عن نفسي حتى، احنا كنا بنتهز او اللي هو حقيقي لا كان واضح رجع احنا ممكن نخسر احنا فبنخسر. بس الحقيقه كابتن محمد كان يعني ما كنت بتكلم مع مجلس اداره او اي حد مسؤول في مجلس اداره أو من اللي موجودين كان بيقول احنا مؤمنين جدا بمجموعه الشباب دول بالزبط. ان هم هيعملوا حاجه بالزبط. هو ده يعني الحمد لله التحدي او ان احنا نراهن على الفرقه اللي معانا، ان انت من اول يوم دخلنا النادي لازم نجيب لعيبه، لازم نجيب محترفين، لازم نجيب اللعيبه دي خدت على مش عارف ايه، خدوا على الخصم. ماشي يا جماعه، يعني انت تشتغل وتعمل الصح الاول وتجتهد وتموت نفسك ان انت تحاول تغير حاجه في المكان سواء فنيا بدنيا ذهنيا نفسيا، كل حاجه تشتغل عليها ونديهم فرصه يشتغلوا في الاتجاه الصح ونشوف بعد كده الدنيا فيها ايه. لكن من اول يوم تيجي يلا سلام عليكم يبقى احنا كمان ما بنعملش حاجه. فده اللي احنا قلنا لازم الناس دي تستحق، لان هم فعلا لعيبه كلهم كويسه وتستحق ان هي تبقى موجوده في النادي الاهلي. لكن الطريقه اللي كانوا بيداروا بيها او يعني اول بلاش يعني يعني الامور كانت مختلفه الظروف يعني الظروف والامور كانت مختلفه ما كانتش افضل حاجه، لكن الحمد لله هو طبعا في الاول وفي الاخر توفيق ربنا. ومن المكان ده بس حابب اشكر ناس ممكن يكون ناس مش حاسه بيهم لكن هم وجودهم مهم جدا في الفريق. طبعا كابتن ياسر لبيب رئيس الجهاز، كابتن هاني النجم عشان هو اللقب بتاعه ده مدير الفريق، كابتن ابو زيد الاداري، الدكتور عمرو يوري المعد البدني واخصائي العلاج الطبيعي. هو تايتل الغريب لكن هو ده الحقيقي، هو معد بدني وفي نفس الوقت اخصائي علاج طبيعي، راجل من الجنود المجهوله في الفريق لكن هو دوره مؤثر جدا. اسامه، دكتور محمد القط، عم رجب، بس حد حميد انا لا حميد ده الخير والبركه ما اقدرش. لا حميد فعلا من الاجوان فعلا الثقيله، الاجوان الثقيله اللي هي ان شاء الله ليها مستقبل يعني ما شاء الله، ولسه صغير في السن ويعني قدامه العمر ان شاء الله 24 سنه لسه صغير اه طبعا 23 دي محنه هو اللي هو فيها دي محنه وطبعا ان شاء الله هيعدي منها. وعلى المستوى الشخصي احب اشكر طبعا مجلس الاداره ان هم برضو امنوا بيا ان انا لعيب صغير لسه مبطل، وان هم يامنوا يحطوني في مكان زي ده، دي حاجه ما حصلتش في النادي الاهلي قبل كده. لكن ان هم امنوا بيا مجلس اداره والنشاط الرياضي ممثل في كابتن خالد العوضي من اكثر الناس اللي كانت مؤمنه بيا واصر على وجودي في المكان ده، فبشكره طبعا من هنا. واشكر كل الناس اللي وقفت جنبنا سواء جمهور مجلس اداره نشاط رياضي، كل الناس عمال ملاعب في الصاله في الاوضه عندنا، كل الناس بصراحه. حميد علي زين ما بقالوش يومين ثلاثه، ولكن اعتقد ان كان له دور في, في, في يعني انا لسه كنت بتكلم مع كابتن محمد على ان هو ما نزلش كتير النهارده، ولكن قال لي لا ده كان له دور كبير. لا علي طبعا يعني علي لعيب كبير سنا ومقاما الصراحه، هو من اللعيبه حتى يعني في المنتخب حتى مش مجرد وجوده في النادي،
لا علي طبعا لعيب عنده شخصية كبيرة جدا، لعيب ذكي بيعرف يتكلم مع الناس، بيعرف يشد الناس اللي جنبه، بيعرف يهدي الناس في وقت صعب. لا لا علي ليه دور كبير طبعا. هو ممكن يكون النهارده احنا يعني افتقدناه للاصابه في الشوط الثاني، بس لا هو علي ليه طبعا دور، هو بيتكلم مع الناس، هو بيعتبر من اكبر الناس في الفرقه ومن اقدم الناس في الفرقه اصلا طبعا. فكره رجوعه لينا دي حاجه تضيف لينا كتير في الملعب وبره الملعب، فلا علي طبعا نجم كبير يعني. ممكن تقول الو تشتغل مذيع، تسال وتجاوب وتعمل كل حاجه مع اللي احنا بنقول له الو طبعا وبنبارك له. انا باركت له اهو، يلا انت قول الو بقى وعيش. لا اعرف مين الاول. لا انت قول الو هتعرف. الو ازيك يا هوحة؟ الاسطوره من اسلام حسن. ايوه ازيك يا اس؟ يا هوحة الاخبار؟ كمل يا كابتن اسلام. كمل يا حمى، الله يبارك فيك، مبروك عليك يا كابتن مصر، الف الف مبروك. الله يبارك فيك. كابتن اسلام يعني كابتن النادي الاهلي الحقيقه، واحد من المتالقين بشده خلال هذه الفتره يعني، الف الف مبروك يا كابتن اسلام. يعني سيبك بقى مع حميد ومع كابتن محمد ابراهيم. الله يبارك فيك حبيبي. لا حاسس بقى اس طيب وانت عايز تسال حاجه ولا هتعرف تشتغل؟ انا هسال. انا مش قلت يا كابتن اسلام انا ماليش دعوه، انا مش موجود. طب اهم سؤال اصلا محدش واخد باله منه، حاسس بيه وانا مش في الملعب؟ ايه حاسس بيه وانا مش في الملعب؟ والله متضايق جدا والله. انا متضايق ان انت مش في الفريق اصلا من يعني الاسبوع ده كله، حاجه ضايقانه والله جدا كل الفريق. طب حاسس بيه وانت بترفع كاس السوبر تاني سنه على التوالي وان احنا رايحين كاس عالم الانديه؟ الله يبص الحمد لله رب العالمين، احساس كبير جدا ان انت ترفع السوبر وبالذات جوه ارضك وسط جمهورك، اكيد حاجه مختلفه عن كل البطولات اللي فاتت، و الحمد لله ان ربنا كرمنا بيها. طب وحاسس بايه وجدا؟ انا مش عارف اكلمك رسمي. ما تتكلمش رسمي. لا اتكلم رسمي والنبي. انا مش عايزك تتكلم رسمي عشان خاطر اتكلم رسمي. وانا سايبك تتكلم معاه ليه؟ عشان تبقى مش رسمي. انا معايا لابس الجاكيته وبتاع فهتكلمني رسمي. بص يا حميد انا كنت لا 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 بس خلاص بلاش لازمه. لا 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 بالعكس، الناس بتحب تسمع الكلام اللي بيحصل ما بين اللاعبين. لا بص والله انا عاوز اقول حاجه بس. اتفضل. فحميد يعني انا على طول بقولها له جون يعني ما شاء الله ما حصلش زيه في يعني، مع احترامي لكل الاجيال اللي كانت موجوده كل واحد ادى دوره بطريقه كبيره جدا، بس هو جون بالنسبه لي مميز جدا. قوه كبيره جدا للفريق، اكيد افتقدناها الفتره دي، اكيد الحمد لله طه وكان محمد ابراهيم طبعا اتصاب، لكن طه اكيد ادى الدور ده بنفس الفعاليه، بس حميد هو عارف ان هو بالنسبه لي حاجه كبيره جدا، مفتقدينه جدا في الفريق، وان شاء الله يقوم بالسلامه وبهديله البطوله دي كمان. ربنا طيب. يخليك يا كابتن اسلام والله. كابتن محمد انت ممكن محمد ابراهيم منور طبعا حبيبي يا سيدي. كابتن اسلام معلش، واحنا وانت معانا برضو خلي كابتن محمد يقول الو. الو ازيك يا كابتن محمد؟ يا عيمه يا عظيمه توتي الصورة الكبير ده. لا مش توتي كنت غلط. فيصل؟ ايوه هو ده. ايه ده؟ رش عليا. هم غششوني غلط والله يا فيصل. كتبوا على الشاشة عبد الرحمن طه فانا اتخدعت فيصل وقعدت في قلبي. ازيك يا فيصل؟ عامل ايه يا ايمن؟ فيصل برضه من اللعيبة المهمة جدا في الفريق، يعني برضه الناس دايما بتبص على الهجوم، لكن فيصل من اللعيبة العواميد الأساسية عندنا في الفرقة في الدفاع. راجل دوره مهم جدا جدا جدا، والناس كلها يعني طبعا علي زين لعيب كبير من هنا، نقول نقدر نقول من هنا لحد السنه الجايه طبعا، واضافه كبيره جدا لينا، وممكن نقول برده كده من حد السنه الجايه، وشات فيه مجروحه يعني علي العلاقه بيني وبينه هو عارف، لكن يعني من يوم علي جه او حتى واحنا متفاوض مع علي ان احنا الاختيار الاول بتاعنا هو فيصل وبعديه خليل، وعلي موجود معانا زي ما قلت لحضرتك اضافه لو الناس دي مش موفقه، لكن هم رقم واحد فيصل ورقم اثنين خليل، هم دول اللعيبه اللي بيتمرن معانا طول السنه وعارفين طريقتنا، لكن طبعا فيصل العواميد اللي موجوده في الفرقه دفاعيا لعيب مهم، وان شاء الله ان شاء الله الفتره الجايه يبقى ليه دور ان شاء الله اكبر جوه الفرقه وان شاء الله في منتخب مصر. حمي لا انا ممكن اقول لفيصل طبعا ايه في ايدك يا عم كويس في البلوك. صد بقى يا عم بقى. لا والله فيصل ما شاء الله عليه برده الصراحه موسم من احلى مواسمه. حتى والله العظيم فعلا زي ما هيما قال هو احنا بنبقى مطمنين وهو مصري قدامنا في الدفاع،
والسنه دي برضو عشان كنا بنتكلم في الحته دي من شويه، بصراحه هو من الناس برضو اللي بقت بتاخد قرارات في وقت كويس جدا وفعاليه كويسه جدا، فهو ما شاء الله في تطور، وان شاء الله بقى ربنا يكرمه مع النادي اكتر والمنتخب ان شاء الله. خليل احمد ربنا يرجعك بالسلامه حبيبي. يعني كابتن اسلام برضو وانت معانا في ظل هذه الاجواء الفرحه والسعاده وكل الكلام ده كله، برضو سؤال معرفش هل الحاجات دي بتفرق ولا لا، ولكن هل فوز كرة القدم بكأس السوبر يوم الجمعة كان له دور في حماسة اللاعبين النهاردة؟ أنا عارف إن أنتوا دايما مشجعين درجة تالتة برضو لكل فرق النادي، فبالتالي هل ده بيفرق معاكم؟ بص أكيد أكيد أي مكسب لأي فريق جوه النادي الأهلي بيحمس بقية الفرق كلها، وكل فرقة بتبص لأن الدنيا كلها بتتغير مع المكسب جوه النادي الأهلي بالذات. وأنا طول عمري بتكلم مع الفريق واللعيبه ان المكسب جوه النادي الاهلي غير، نعم، وهتحسوه بعد المكسب. الناس حست كده وشافت كده، وفعلا انت بتبقى في ناس ثانيه شايفه ان انت بتكسب فتبقى عاوزه تكسب هي كمان، وانت شايف ناس ثانيه بتكسب زي فريق الكوره لسه كسبان السوبر وكسبان الكاس قبليها، انت اكيد بتبقى متحمس ونفسك ان انت تبقى موجود في صوره زي دي او في لقطه زي دي، والحمد لله ربنا بيكرمك بيها يعني. يعني ان شاء الله ربنا يكرم الكره كمان، يعني يبقوا قربوا منكم لان هم انتوا خدتوا زياده الدوري، هم لسه ما خدوش الدوري، ربنا يكرم ان شاء الله وناخد كل البطولات. يعني فيصل برضو وجود نجم كبير واسم كبير زي كابتن اسلام وبقيمته ووجوده في النادي الاهلي اعتقد بيبقى دوره مهم جدا في الملعب وبره الملعب برضو. كابتن اسلام يعني من اللعيبه الكبيره في الفريق ومن ده كابتن الفريق، واحنا طبعا ده الاسطوره بتاعتنا. ايوه حبيبي يا فيصل والله. طيب برضو يا فيصل يعني اصعب اوقات المباراه، وما تقوليش 24 23 لان احنا كلنا قلناها، وكل والسؤال ده انا بساله لكل الناس، قول لي وقت تاني غير 24 23 لما الزمالك رجع يعني في المباراه. والله هو الماتش صعب، كلها بتبقى صعبه. اكيد طبعا في الوقت اللي هو الزمالك كان بيقرب فيه ده، الوقت ده كان صعب جدا. لا انا بالنسبه لي اوقات الماتش كلها كانت صعبه يعني. دايما الوقت الاخير بيبقى اصعب، يعني اللي هم مثلا الدقائق الثلاث اربع دقائق الاخيره برضو يا كابتن محمد بتبقى اصعب كتير، وجهه نظري معرفش صح ولا غلط، بتبقى اصعب كتير من بدايه الماتش. والله زي ما يعني انا بروح للناحيه بتاعت فيصل، ان الماتش من اول دقيقه لاخر دقيقه هو ماتش صعب، انت حتى وانت كسبان 2 عايز تزود تبقى 3، وانت كسبان 4 عايز تزود تبقى 5، وانت خسران 4 عايز تحافظ. هي تفرق يعني بان انت مثلا كسبان فرق 6 7؟ لا، ما زي ما قلت لحضرتك انت الماتش طول الوقت ابس اند داونز، فانت وانت فوق عايز تاخد اقصى حاجه تقدر تاخدها، لان اكيد في دروب هتقع تاني. فبالظبط انت بتحاول زي ما يقول معاك كريدت بحيث لما يحصل داونز بالظبط نفس الموضوع، وانت في الداونز بتاعك بتحاول طول الوقت تحارب ان بدل ما ابقى 4 بدل ما يبقوا 3 خليهم طول الوقت 4 وحافظ ان انا في الداونز بتاعي من الهجوم مش موفق يبقى الدفاع موفق حراس المرمى موفق، طول الوقت الماتش في شد وجذب وطول الوقت عمال تفكر طب لو ده مش ماشي طب نحط مين، طب لو نزلت ده مش راكب مع ده فلازم اشيل ده، تبقى طول الوقت في حسابات، لان احنا لعبتنا لعبه سريعه في نفس الوقت بتهتم بتفاصيل كتير جدا سواء دفاعيا او هجوميا او على مستوى الجري او على مستوى الهجوم المنظم. فطبعا الحمد لله، لكن هي في من اول دقيقه لاخر دقيقه الماتش بدايته بتبقى صعبه جدا طبعا. قبل اخر خمس دقايق في الشوط الاول بتبقى صعبه جدا بدايه كل الوقت يعني. طبعا كل ماتش كل فتره في الماتش ليها صعوبتها. كابتن اسلام لو يعني هتجمع بقى لعيبتك بكره وهتقعدوا مع بعض عشان اللي جاي وعشان بطوله افريقيا هتقول لهم ايه؟ لا بص يعني اكيد والله بص يعني مش انا لوحدي، في كلكم احنا مقتنعين ان كل واحد ليه دور، كل وعندنا كذا كابتن فريق مش اسلام بس. بدايه كابتن محمد ابراهيم على فكره بيقوم بادوار كتير جدا طبعا، واحنا متعودين منه اجتماع كل قبل ماتش بصراحه بيحمس الفرقه جدا فيه. ف الفكره كلها ان احنا هنقفل الصفحه دي اكيد، هنتكلم ان الصفحه خلاص اتقفلت، عندنا بطوله ثانيه بطوله مهمه جدا على ارضنا برضه وسط جمهورنا. ودايما بقول وهقول البطوله في ارضك ب 10 بطولات، خلاص السوبر خلص الحمد لله، عاملين موسم لغايه دلوقتي الحمد لله موسم كويس، عاوزين نبنيه بشكل كويس يعني. انا عندي سؤال لاسلام. اتفضل.
يا اسلام، ايه سر نشاطك وحيويتك يا كابتن اسلام؟ كابتن محمد لا بجد والله اسلام، يعني عايزين نعرف يعني اسلام يعني من اكتر اللعيبه، خلينا نتكلم بقى على المستوى الشخصي، هو صديق شخصي طبعا، يعني لعبنا مع بعض منتخب ونادي وحتى بره مصر كتير، فيعني بلاش اتكلم عليه عشان ما يبانش ان انا بعمل حاجه، بس يعني اسلام من الناس اللي اتحملت كتير جدا، حصل عليه هجوم كتير جدا فترات انا ما كنتش موجود فيها في النادي بس كنت شايفها من بره، انا حسيت بمدى الاحساس اللي هو حاسه، لكن اسلام السنه دي رد على كل الناس وهايل رائع فعلا، تميز على المستوى الخططي، مستوى الاداء، مستوى البدني، رجع اسلام الطبيعي، فانا بساله السؤال ده، ايه السر يعني اسلام عشان برضو نبقى نفيد الناشئ بالموضوع؟ بص لو عاوز الكلام مين انا شخصيا عملت ايه، والله انا طول عمري بعمل حاجه واحده بس، انا بحاول ان انا اولا ان انا ما ينفعش، يعني مش ما ينفعش ان هو انا اعلى من اي حد، لا مش اعلى من اي حد، انا ما بحاولش اقارن نفسي باي حد خالص، بحاول اركز مع نفسي بس، بحاول اتمرن واقول كده انت هيجي لك الوقت اللي ربنا هيكافئك فيه على التعب ده، فانا بشوف ان التعب دي اهم حاجه بالنسبه لي، بركز في كل تفصيله في حياتي الحمد لله، بوجهها للرياضه نفسها، وطبعا اكيد 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 الفتره اللي فاتت انا شايف ان في فترات كتير انا اتظلمت فيها، بس في نفس الوقت زي ما بقول لك انا كنت ببقى صابر والحمد لله رب العالمين، في ناس كتير جت ادتني ربنا رجع لك حقك بشكل كبير جدا، هو كان كابتن محمد ابراهيم اولهم يعني. فيصل لو عايز تقول كلمه لجمهور النادي الاهلي الحقيقه قبل ما نقفل معاك. بصراحه النهارده الناس كلها كانت حاسه بالموضوع دوت، احنا اكيد نلعب الماتشات اللي فاتت كلها من غير جماهير. اكيد النهارده الاجواء والصاله يعتبر متقفله كتير، الموضوع مختلف جدا، فانا احب اشكر الجماهير كلها اللي حضرت النهارده واللي سندتنا، والموضوع بالجماهير بيبقى موضوع بيبقى الحاله مختلفه يعني مع كل اللعيبه. نعم انا بشكر فعلا كل الجمهور وكل الناس اللي سندتنا النهارده. انا بشكرك جدا يا فيصل على وجودك معانا، والف الف الف مبروك، وان شاء الله نهنيكوا بعد بطوله افريقيا. كابتن اسلام انا بشكرك جدا على وجودك معانا، وان شاء الله برضو نهنيكوا بعد بطوله افريقيا، ويبقى تهنئه ان شاء الله ان شاء الله، واحتفال كبير بقى تبقوا حضراتكم متواجدين معانا، اسمحوا لكم ان انتوا تبقوا متواجدين معانا ان شاء الله ان شاء الله يا رب ربنا يكرمنا في بطوله افريقيا. كابتن محمد انا مش عايز اطول عليكم، انا عارف ان هو اليوم صعب ويوم طويل ويوم، ولكن حلاوه الكاسين لما يبقوا جنب بعض كده حاجه حلوه جدا وحاجه رائعه جدا، يعني سواء في الهاندبول والبطوله الافريقيه او السوبر الافريقي او السوبر المحلي وكره القدم. طبعا يعني مش عايز اقول ان هي كره القدم هي رقم واحد في النادي عندنا، طبعا هي دي الغذاء بتاع الجمهور، فطبعا طول ما الكره ماشيه كويس وبتكسب فالنادي كله مبسوط. حقيقي لا قدر الله حصل اي تعثرات النادي كله بيزعل، بما فيهم احنا وكل الجماهير وكل حاجه. طبعا مبارك للفريق الكوره، فريق محترم وعملوا ماتش هايل، انا واحد من الناس كنت متابعه، يعني ماتش جميل فعلا استمتعت بيه، وهم فريق رجاله برضو بيحصل لهم انتقادات كتير، لكن في كل مره بيثبتوا ان هم طبيعي قد المسؤوليه وبيردوا على الناس او بيردوا على الناس اللي بتشكك في ان الفريق ده مش فريق كويس، لكن فريق كويس وجهاز فني واضح ان هو جهاز محترم. انا طبعا مش خبير في الكوره، لكن اللي بشوفه ان طول الوقت الناس بتكسب بطولات يبقى اكيد الناس دي ناجحه. طبعا طبعا الحمد لله زي ما اسلام قالها بتبقى دوافع، انت بتشوف حد بيكسب فالمكسب بيجيب مكسب. الفولي بنات بيكسب، الباسكت بيكسب، الفولي بيكسب، الهاندبول بيكسب، كله الحمد لله والشكر لله. الحمد لله يعني ده نتاج شغل اكيد كبير جوه النادي على كل المستويات، سواء مجلس اداره او نشاط رياضي، فاشكرهم جميعا وان شاء الله القادم احسن للنادي ان شاء الله. حميد يعني قبل برضه ما اسيبكم انا عايزك تكلمني عن ديفيد ديفيز، يعني ما اتكلمناش عنه كتير النهارده لان انا محضره الحلقه، يعني انا سايبه مش محتاجين نتكلم عنه يعني انا سايبه الحلقه ان شاء الله بعد البطوله الافريقيه، ده وعد ما بيني وما بين الكابتن خالد وما بين ديفيد، فكلمنا عنه. لا هو ديفيد الصراحه غير ان هو مدرب كبير جدا، هو شخصيه قويه جدا، ممكن انا من رايي الشخصي دي حاجه كنا احنا مفتقدينها بصراحه. طبعا طبيعه الشعب المصري او اللعيب المصري ان هو بيبقى محتاج حد، برافو عليك، يعني صح، يبقى قاسي شويه عليه او كده. انا حسيت ان دي اكتر حاجه اتغيرت في الفرقه بصراحه، حاجات كتير قوي اتغيرت بسبب وجود ديفيد، مع انه مش باين عليه. لا 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 هو بيضحك بس هو ما بيضحكش لا والله ما بيضحكش خالص خالص،
وعدو الفرح ما شاء الله. لا يعني ما النهارده يعني اكيد فرح، انا شايفه مبسوط. هو بيفرح بس هو عنده قاعده اللي هو خلاص احنا فرحنا، ومجرد ما بيخرج من الملعب خلاص هروح عشان افريقيا، محدش خلاص محدش يروح حته، احنا راجعين من المعسكر. بس هو الصراحه فنيا، وهو بصراحه مدرب كبير جدا. لما جه منتخب مصر عمل طفره كبيره من حقيقي 2019، فلا هو وجوده كبير مهم جدا. وزي ما كابتن محمد قال، الجهاز الفني الصراحه كله على اعلى مستوى. وفينيو لوسر طبعا مدرب الحراس ده بجد في حته لوحده. انا بجد انا قلت ناس ساعات بتتريق عليا، هو فعلا والله من احسن مدربين اجوان في العالم. هو مدرسه تانية خالص، مدرسه لوحده، وبيعرف يتحكم فيك نفسيا وفنيا وكل حاجه. ودي حاجه صعبه جدا انت تلاقيها، ان واحد يعرف يتحكم فيك جوه الماتش لو ايا كان ايه يعني اجواء المباراه. لو انت كسبان بيحصل ايه؟ بيتكلم معاك، بيجيبك تعالى. هو بجد بيجيبني في كل كوره، بيتكلم معايا في كل كوره، مش دخلت فيا، هو بيتكلم معايا اللي هو اهدى. لو انا غلطت في حاجه بيقولها لي في لحظتها، لو خد باله من حاجه، لو حاجه انا نسيتها مثلا احنا اتفرجنا عليها في الفيديو، لعيب معين بيشوط في حته معينه من مكان معين، هو مديني كل حاجه قبل ما انزل الماتش بصراحه. والله فهو ربنا يكرمه. ربنا يكرمه. اخيرا لو عايزين بقى توجهوا اي كلمه لجمهور النادي الاهلي، الشيء او الحاجه الاساسيه في حياتنا وفي بطولاتنا كلها. طبعا يعني الرياضه بتتلعب اصلا عشان الجمهور، فطبعا الجمهور هو كل حاجه. يعني بتكلم رياضه يعني جمهور، فطبعا بشكرهم النهارده. انا كنت عارف ان في بعض الحاجات داخليه بينهم او ان هم ليهم مشاكل، بشكرهم طبعا. ان شاء الله كله بيتحل. انا عارف ان احنا مجلس الاداره مش هيأثر في الموضوع. لا مجلس الاداره، لكن كل حاجه عارف كل حاجه بتاخد وقتها طبيعي، لان دي بتبقى اجراءات ودخول وخروج. يعني طبعا انا عارف ومتاكد من ده، لكن طبعا بشكر الناس اللي جت، اللي هي لان طبعا كانت هتبقى الموضوع مش الطف حاجه ان نبقى الماتش في ملعبنا والصاله جمهور الزمالك اكتر او صوت جمهور الاهلي مش موجود. فطبعا بشكر كل الناس اللي جت بصراحه، يعني ما كانش ينفع يروحوا زعلانين، فبشكرهم جدا جدا جدا. الناس بصراحه من اول يوم كنا موجودين فيه حتى في العصرات واقفين جنبنا وبيدعمونا وحاسين ان في حاجه بتحصل في الفريق، فبشكرهم جدا 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 ان هم امنوا بينا. واهم حاجه انا دايما بحب استخدم كلمه الايمان، امن بيك وامن باللي بيحصل. وبشكر طبعا بشكر ربنا طبعا. انا من اكتر ممكن الناس المحظوظه في حياتها ان انا يوم ما ابدا كارير بتاعي ابدا مع واحد زي ديفيد دافيز. يعني مش كده بقول لك، انا احنا يعني انا اقل ان انا اتكلم عنه او ان انا اقول طبعا ده واحد من التوب 3 في العالم يعني. فاحنا بشكر طبعا مجلس اداره النادي الاهلي ان هم قدروا يجيبوا حد بالكفاءه دي، بالكواليتي ده طبعا والكفاءه دي. فطبعا انا محظوظ، بشكر ربنا رقم واحد، وبشكر مجلس اداره ان وثق فيا وحطني في مكان زي ده مع راجل بالمواصفات دي. حميد، انا اشكر الصراحه الجمهور على حاجتين. اول حاجه ان هم فضلوا مأمنين بينا وبيساندونا وما فقدوش الامل فينا، احنا قصرنا كتير فعلا. يمكن اللي بيحصل دلوقتي الحمد لله البطولات احنا ناخدها دي اقل حاجه نقدر نهديها لهم، او دي زي ما تقول بدايه تصالح ما بيننا وبينهم، او بنرد بدايه لسه. احنا بنرد بس حاجه من اللي هم استحملوها او عملوها معانا. وبشكرهم بقى على المستوى الشخصي، انا شفت الصراحه حب ودعم من الجماهير بعد الاصابه بالذات، طريقه يعني شفت دعم كبير جدا بصراحه. يمكن هو الحاجه الوحيده اللي هونت عليا ان انا شفت ان جمهور النادي معايا وبيحبني وكده. ربنا يخليك. فالحمد لله بجد، والله انا بشكرهم بجد، وبتمنى ان انا ارجع برده عشان ان شاء الله ارد لهم حب. احنا انا اللي كنت محظوظ النهارده ان حضراتكم كنتم معايا، سواء انت يا كابتن محمد او انت يا كابتن حميد، والف الف مبروك. بشكركم جدا 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 على تلبيه الدعوه وعلى وجودكم معانا. يعني انتم مش متخيلين جمهور النادي الاهلي عامل ايه الحقيقه على السوشيال ميديا بوجودكم، فرحانين جدا وسعداء جدا، وفي نفس الوقت فرحانين جدا وسعداء جدا بالمستوى اللي انتم بتقدموه. ولكن خلي بالكم ابتداء من النهارده اقفل، وهنبتدي نبص على بطوله افريقيا وايه اللي هيحصل في بطوله افريقيا. فشرفتونا ونورتونا. وطمنا بس اخيرا، انت ان شاء الله امتى؟ لا انا انا لسه قدام اربع خمس. لا انا الحمد لله، انا برضو عايز اشكر طبعا مجلس الاداره، الناس ما تاخرتش عليا في اي حاجه على طول. الصراحه كان تواصل معايا، يعني كابتن محمود كلمني تاني يوم على طول. حصل كابتن محمود الخطيب كلمني تاني يوم، والوزير عمرو فاروق، وكابتن دكتور خالد باشمهندس خالد مرتجي الناس كلها الصراحه يعني مجلس الاداره كلهم كلموني وقالوا لي ما تقلقش من حاجه. سافرت بعديها بعد اصابه باسبوع الحمد لله، سافرت عملت العمليه ورجعت
حتى قدرت ابقى موجود النهارده. يعني هم كان المفروض اطول اكتر، هم سالوني لو عايز ارجع فرجعوني عشان احضر الماتش. فبشكر طبعا مجلس الاداره وبطلب بس من الناس تدعي لي ان شاء الله ان انا يعني اقدر ارجع كده كويس ان شاء الله. ان شاء الله ترجع وتبقى الله احسن من الاول، وان شاء الله يعني لسه بدري 23 24 22 يا عم اهو كمان. اي حاجه ان شاء الله، ربنا يديك الصحه دايما والعمر ودايما تجيب بطولات للنادي الاهلي ولجمهوره. بشكرك جدا يا كابتن محمد. لا بشكر حضرتك يا كابتن اسلام، الف الف مبروك، وان شاء الله نبارك لكم بعد السوبر بعد الكاس افريقيا ان شاء الله، ونعمل بقى احتفاليه كبيره في الاستوديو، كل اللعيبه تبقى موجوده ان شاء الله. اتشرفت بحضرتك طبعا يا كابتن اسلام، وبشكر حضرتك وبشكر كل بالعكس ده احنا بنشكرك جدا. شكرا جزيلا يا كابتن حميد. بشكرك يا كابتن اسلام والله، فرحنا جدا ان احنا مع حضرتك طبعا. ربنا يخليك، الف الف مبروك طبعا، الف الف مبروك لابطالنا ابطال كاس السوبر الافريقي في كره اليد. يعني كانت حاجه بسيطه او احتفاليه بسيطه جدا، لان احنا عندنا مباراه بعد بكره. كابتن محمد شرفنا وكابتن حميد، ان شاء الله ان شاء الله بعد البطوله نبارك لهم ونعمل احتفاليه كبيره جدا. انا بشكركم شكرا جزيلا على تواجدكم معنا. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هستقبل النجم الكبير كابتن محمد حشيش، هنتكلم عن كيف استطاع النادي الاهلي ان يفوز على بيراميدز في بطوله السوبر المحلي، وايه اليوم الحلو ده. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. اولا بشكركم على ردود الافعال الكتيره جدا اللي حضراتكم بعتنها لي، يعني انا بشكركم جدا جدا، لكن ده الطبيعي يعني ان يبقى معانا نجومنا وابطالنا على الهواء مباشره. يعني انا كمان بشكرهم جدا، سواء كابتن محمد او كابتن حميد، وان شاء الله بعد الكاس ان شاء الله يبقى يعني نعمل ان شاء الله حفله كبيره يا رب. خلوني ارحب بضيفنا والنجم الكبير الكابتن محمد حشيش. ازيك يا كابتن محمد؟ الكابتن اسلام ازيك؟ حضرتك الحمد لله تمام. كله تمام. اولا طبعا خليني اقول لك البقاء والدوام لله في وفاه النجم الكبير كابتن هاني مصطفى، واحد من النجوم الكبار للنادي الاهلي ومن المدربين العظام للنادي الاهلي. طبعا البقاء لله، وخالص تعازي لاسرته مدام منى وشريف وكريم ومدام جيهان طبعا، يعني والاستاذ عصام، يعني الفقيد غالي جدا علينا كلنا وعلى النادي الاهلي، من رموز النادي الاهلي الكبار سواء على مستوى اللعب طبعا كابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب افريقيا والمدرب الكبير، وطبعا يعني حاجه مشرفه اللي كان للنادي الاهلي ووزير مفوض جامعه الدول العربيه، وانا على وجه الخصوص طبعا يعني كنت من المقربين جدا للكابتن هاني لانه دربني في قطاع الناشئين في ال 17 سنه الصوره اهي و 19 سنه، والحقيقه كمان دربني في منتخب ناشئين اللي هو اول منتخب ناشئين يحرز بطوله افريقيا اللي رحنا بيها كاس عالم، عملنا نتائج كاس عالم وصلنا النهائيات وخدنا دورة الصين، وكذلك بعد كده كمان كان فترة من الفترات مدير كرة في النادي الأهلي. فالحقيقة شخصية جميلة وشخصية يعني محبوبة جدا جدا، وكان باين من العزاء امبارح والنهاردة الحقيقة، ويعني يعني كابتن خطيب كان حريص انه يبقى موجود يعني امبارح وموجود النهاردة، حتى النهاردة في العزاء بقول له يا كابتن امبارح يعني كان كفاية وكده، قال لي لا ما ينفعش لازم ابقى موجود في كل صحيح. المناسبات، وده عهده يعني بالناس كلها، يعني البقاء قدام لله وخالص تعازي لاسره كابتن هاني مصطفى العظيم. يعني حقيقي كابتن هاني واحد من العظام الحقيقه في كره القدم المصريه، ومع النادي الاهلي بقاء قدام لله سيظل اسمه دائما محفور في وجدان كل اهلاوي وكل مصري محب للاحترام والادب والاخلاق والشياكه. الحقيقه النجم الكبير كابتن هاني مصطفى بقاء قدام لله. يعني خليني اروح مع حضرتك مباشره لبطولتين استطاع النادي الاهلي ان يفوز يوم الجمعه بكاس السوبر المحليه بعد مباراه رائعه امام نادي بيراميدز، ثم النهارده طبعا الف مبروك بصفتك اهلاوي كبير يعني طبعا للسوبر الافريقي لكره اليد. يعني الحقيقه مش عارف يعني ابارك على ايه ولا ايه ولا ايه، ما شاء الله ربنا يزيد من الانتصارات ومن البطولات، حاجة جميلة جدا جدا، بطولات كتيرة جدا، يعني سنة يعني مميزة جدا جدا للنادي الأهلي في بطولات كتيرة خدها، ألعاب الصالات 15 بطولة، ولسه زي ما أنا سمعتك بتقول فاضل خمس بطولات إن شاء الله، خمس بطولات على مستوى طبعا الفريق الكبير كرة القدم واجهة النادي الأهلي، ما شاء الله بطولات كتيرة خلال الفترة دي تتحسب طبعا لمجلس الإدارة في رصيده الكبير، مجلس الإدارة الحقيقة في رصيده الكبير بتضاف للسنة دي كمان بإنجازاتها الكبيرة، يعني بطولات زي ما قلت كبيرة جدا جدا. وماتش لو هنتكلم بقى على البطولة الأخيرة بطولة السوبر، يعني
يعني الاثنين سوبر، السوبر المحلي. نتكلم على الكوره بقى، نتكلم على الكوره بقى. لا طبعا مباراه كانت قويه جدا، سوبر يليق باسم مصر وتاريخ مصر وكره القدم المصريه الحقيقه، يعني فرقتين على مستوى عالي. قبل ما هتكلم عن النادي الاهلي، لا لازم اشكر نادي بيراميدز على الاداء المشرف اللي عملوه، وهم طبعا يعني فجاه حصل ظروف ان هم يشاركوا، ويشاركوا الحقيقه في مباراه ببطوله. صحيح. فكان عندهم الطموح وكان عندهم الدافع الكبير ان هم يحرزوا البطوله دي عشان تتحسب لهم كاول بطوله منذ تاسيس النادي. بذلوا مجهود كبير جدا جدا، بس الحقيقه طلع حظهم ان هم بيلعبوا النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا ببطولاته الكبيره وبتاريخه المشرف الكبير وبتخصصه بقى في طبعا في مثل هذه المواقف والبطولات دي، الحقيقه يعني كان ماتش قوي جدا جدا. النادي الاهلي مش عايز اقول يعني اتكلم على اللعيبه ولا اتكلم على الجهاز الفني، الحقيقه اللي اثبت جدارته سلسله من الانتصارات طبعا. يعني يكفي ان مستر كولر يعني طبعا انجازات كبيره جدا بدون هزيمه، عامل ريكورد كبير جدا على مستوى الانتصارات والتهديف وبدون هزيمه خالص، استثناء طبعا مش هنتكلم على بطوله طبعا كاس عالم الانديه لان ده مستوى تاني وظروف تانيه ووضع تاني، انما على مستوى طبعا افريقيا وعلى مستوى الدوري العام وكاس مصر، بطولات في فتره قليله مسك فيها الفريق بيجني ثمار تعبه. شايفين اعد شخصيه النادي الاهلي الكبيره. النادي الاهلي دلوقتي بيقدم غير الانتصارات، بيقدم كوره حلوه جدا جدا. يعني بصراحه اضاف للعيبه، انا شايف ان اضاف للعيبه كتير قوي، في لعيبه ابتدت تلمع وشال الغبار من بعض اللاعبين وحرر لعيبه كتيره من التقيد بمراكز معينه، بقى عنده اكتر من لعيب في مكان واحد، ما بقاش انت الاول مره بعد ما كنا فترات كبيره تشكيل ثابت واساسي ولو اتصاب حد منهم بتبقى مشكله للنادي الاهلي، لا دلوقتي في اكتر من لعيب. حدش كان يتخيل الماتش الاخير انه غير في ماتش زي ده اكتر من لعيب في كذا مركز، عمل اداء رجولي كبير قوي. اعداد النادي الاهلي والفريق بعد المباراه الاخيره بتاعت افريقيا عمل اعداد كبير جدا للمباراه دي، احترم المنافس وودى المباراه اهميه كبيره، مباراه واحده ببطوله تحط في دولاب النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا بيلعب بدوافع كتيره، اهمها هو دافع التيشيرت اللي اللعيبه ماسكاه او لابساه، وطبعا الجمهور الكبير جدا جدا اللي احنا كنا عايزين اكتر من استاد عشان يتوزع عليه الجمهور ده الحقيقه. وشفنا لما الظروف سمحت ان النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي يملى الاستاد، احنا كنا شايفين يعني الاستاد عامل ازاي، واعتقد ان لو في مساحه اكبر في الاستاد كان الاستاد اتملى، واستاد اتملى كمان انت بتلعب بره مصر في بلد شقيق، فما بالك بقى مثلا لو في استاد القاهره ولا هنا كان الجمهور بقى عامل ازاي، كان ممكن يبقى 120 الف متفرج في استاد القاهره. مبروك طبعا للنادي الاهلي ومبروك لعيبه النادي الاهلي، بطوله تضاف للبطولات، مبروك على المستوى العالي اللي ظهر بيه اللعيبه والروح القتاليه واللعب الجميل اللي اسعد الناس كلها، وظهور اللعيبه كلها بمستوى كويس، وفي طبعا بعض اللعيبه بقى تفوقوا على نفسهم زي الشناوي وزي مروان عطيه، ومش انا مش عارف بصراحه اقول مين ولا مين، لان الحقيقه كلهم حتى البدل اللي نزلوا برضو ادوا بنفس المستوى والروح، يعني ما شاء الله. دي حاجه تطمننا كمان على اللي جاي، يعني تطمننا على مباراه ان شاء الله باذن الله الترجي اللي جايه، تدينا دفع انتصار بيجيب انتصار ومكسب بيجيب مكسب. اداء كمان واهم حاجه انا بركز على الاداء لانه كان اداء قوي واداء بطولي، فطمني ان شاء الله على مباراه الترجي اللي جايه، وربنا يسهل ويكملها بالخير طبعا المباراه اللي جايه، ونحصد بطوله افريقيا اللي جايه بعد التعثر في البدايات في دوري المجموعات، وكان في بعض الناس بتشكك في قدرات النادي الاهلي، انما شفتوا النادي الاهلي تغلب على الصعاب وعلى المواقف
اللي كان فيها، والحمد لله زي ما احنا قلنا قبل كده ان نادي الاهلي مستواه بيزيد بعد دوري المجموعات. شفنا المباراه اللي فاتت الافريقيه والدور اللي فات الحقيقه كان على مستوى عالي، فان شاء الله باذن الله مزيد يعني من البطولات الفتره اللي جايه. اعتقد يا كابتن التدوير اللي كان بيعمله كولر وكان معظم الناس مش موافقه عليه، اعتقد له دور كبير جدا في فوز النادي الاهلي وظهور لعبت النادي الاهلي بهذا الشكل. احنا معظمنا بصراحه كنا غلطانين، يعني قلنا لازم نثبت التشكيل والناس ما بتلحقش والناس بتاخد كذا وبتقعد تاني وبتاع، لا هو كان عنده فلسفه، والحقيقه الفلسفه دي ظهرت والقصه دي ظهرت على الاداء، وظهرت ان دلوقتي اي حد بيبقى قاعد على الدكه وينزل او اي حد ما بيكونش موجود الماتش ده وينزل اساس الماتش اللي بعده ما تحسش بفرق خالص اسلام عن بقيه اللعيبه، رجله في الملعب تحس ان هو بيلعب على طول، عمل توليفه وتبديل وتوافيق وغير في نص الملعب وفي الخط الظهر وفي الخط الفرود بالتحديد، يعني ما حدش كان متوقع فينا خالص التشكيل اللي لعب بيه الماتش الاخير بعد الاجاده في الماتش اللي قبله. صحيح. فالوضع الطبيعي كله يقول هيثبت التشكيل ويلعب بنفس التشكيل وخصوصا ان هو مباراه واحده يعني، انما لا لقينا في تغيير، في طبعا تغيير اضطراري طبعا محمود متولي نتيجه الاصابه، انما في تغيير في نص الملعب وتغيير في الخط الفرود، شفنا تغيير كبير في التشكيله، تحس ان كل مره بيعمل لنا توليفه منسجمه الحقيقه بتادي اداء ولا اروع. مدى التطور اللي حضرتك شايفه في قياده كولر للفريق؟ هو جرب اكتر من لعيب، جرب اكتر من طريقه زي مثلا 4-2 أو 4-2-1-3، جرب 4-3-3 اللي هو بيلعب بيها دلوقتي وقاعد فتره بالحقيقه بيلعب بيها، وهو زي ما تقول استقر على التكتيك ده او القطه دي بحيث انه لقى فيها اداء متوازن ما بين الدفاع والهجوم، واضطر كمان حتى لما بيلعب من غير صانع العاب، شفنا الثلاثه بتوع الديفندرات بتوع نص الملعب غير من طريقه لعبهم وحرر من بعض تحركات بعض اللعيبه فيهم، كان قبل كده بيبقى اتنين ديفندرات ثابتين وقدامهم واحد صانع العاب، انما دلوقتي بيلعب بالثلاثه متحركين، واحد بيستنى قدام خط الظهر زي مروان عطيه وبيلعب بالاثنين مثلا حمدي فتحي وممكن سليه او ديانج، حد بيتقدم حد بيرجع، فوجئنا بالقندوسي بيلعب المباراه اللي فاتت في طبعا في حاجه غريبه ما كانش حد متوقعها، شايفينه برضو اجاد وكان اكثر من رائع شويه اللي طبعا لعبهم، شريف ابتدى بيه مع اجاده كهربا ادى للشريف عشان يبقى الاثنين موجودين في الملعب، كهربا ما نزل كالعاده بيغير الشكل وبيغير الـ هجوم النادي الاهلي وبيبقى اكتف قوي على الملعب، وكل واحد بيبقى له دوره الحقيقه وهو يعني وصل ان هو فهم اللعيبه كويس قوي يا اسلام، وبقى بياخد بيحاول يطلع من كل لعيب الحاجه اللي هو عايزها في كل مباراه، وكل مباراه بيبقى في وظائف مختلفة للعيبة، يعني بتحس ان في بعض الماتشات سواء بره مصر او جوه مصر او دوري او كاس او مباراة بتاعت مثلا زي الكاس مباراة واحدة بطولة من مباراة واحدة، بيعرف ازاي يعني يوظف اللعيبة ويعمل التشكيل المناسب والطريقة المناسبة اللي هي بتأدي للغرض اللي هو عايزه، وبيعرف ياخد ايه من كل ماتش. تغيير المنافس أثر على النادي الأهلي من وجهة نظرك سلبيا أم إيجابيا أم لم يؤثر؟ أنا شايفه ما أثرش خالص على فريق النادي الأهلي، الفريق النادي الأهلي راح يلعب بطولة من مباراة واحدة أيا كان المنافس، هو بيلعب بتكتيك معين وبطريقة معينة، أنا شايف إن وجود بيراميدز في النهائي أضاف للنهائي قوة طبعا، لان ممكن يكون المنافس ظروفه الفترات اللي فاتت دون المستوى، اقول لك تظل مباراه اهلي وزمالك مختلفه بيني وبينك برضه طبعا اكيد، بس برضه هي في الاخر اداء في الملعب طبعا، لا يعني انا بتكلم يعني على اسم اهلي واسم طبعا زمالك طبعا يعني بتبقى بطوله زائد بطوله صحيح، يعني بطوله السوبر وبطوله المكسب بين القطبين صحيح، انما زي بقول لك يمكن دوافع بيراميدز كانت قويه جدا جدا، نادي عطشان بطولات نفسه في بطوله يترجم بيها ومن النادي الاهلي خلي بالك ومن النادي الاهلي طبعا طبعا طبعا،
فخصوصا النادي الاهلي الفتره اللي فاتت كسبوا اكتر من مره سواء في الدوري او في الكاس او كده. فالحقيقه كان دوافعه كبيره جدا جدا وقدم مباراه قتاليه. عندهم عذرهم طبعا بعض الاجهاد نتيجه لانهم اتفاجئوا بالماتش وجايين من مباراه افريقيا وكده، بس طبعا الدوافع زايده عندهم بعد خروجهم من افريقيا وشبه طبعا بطوله الدوري يعني الى حد ما راحه لبيتها او مكانها الاساسي. فهو ما قدموش الا المباراه دي والبطوله دي من مباراه واحده، فمن هنا كانت الدوافع. عشان كده لاحظنا الاسترس والضغط الجامد اللي كان على اللعيبه اللي تمثل في بعض النرفزه والعصبيه من بعض اللعيبه. بنشوفها كتير على فكره في مباريات كتيره جدا، وكانت قريب في مباراه ارسنال ومانشستر سيتي على ما اتذكر، وكانت اصعب من اللي احنا شفناه ده. طبيعي اسلام في مباراه في بطوله كبيره، تخيل انت بتلعب 90 دقيقه او 120 دقيقه وضربات جزاء بتاخد بطوله تتحسب لك في التاريخ حقيقي. فلازم تبقى عصبي وعايز ومحتاج ان انت يعني تقرب من البطوله، وخصوصا ان هم كانوا قريبين في بعض فترات المباراه وادوا اداء كويس، فكان نفسهم عشان كده طبعا وراحوا للجون عشان كده الزعل والحزن اللي كان على بعض اللعيبه بتاعت بيراميدز بعد الماتش طبعا يستاهل طبعا الزعل والحزن. انما في المقابل زي ما بقول لك النادي الاهلي ما بيهزرش، ناوي زي ما بقول لك على كل البطولات، لما بيدخل في اي مسابقه لازم بيبقى عينه على المركز الاول وعلى البطوله، بيسندوا جمهور كبير جدا جدا. ما كانش ينفع الجمهور الكبير قوي اللي ملا الاستاد في الامارات ان هو ما يفرحش الفرحه اللي احنا شفناها يعني. طيب كابتن حشيش، كسبنا الحمد لله ربنا كرمنا، مبسوطين سعداء، التغيير بقى من الفرحه والسعاده وكذا وكذا ل طبعًا. المباراة القادمة أو التفكير في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا. أنت عارف النادي الأهلي عامل زي اللي بيدخل في إيه؟ دش سائع وسخن، سائع وسخن، سائع وسخن، أنت ما بقتش، لأن طبعًا التنقل ما بين البطولات المختلفة دي بيبقى كل واحد بكونسبت معين وتفكير معين وهدف معين، فدي يعني إجادة الحقيقة من الجهاز الفني قبل اللاعبين إن هو يقدر يجهز اللعيبة للبطولة أو للمباراة اللي انت رايحها، سواء في بطولة دوري بأهداف معينة ممكن تكون مريح فيها شوية فبيبقى لها طابع خاص، مباراة إفريقيا في بطولة إفريقيا قصة تانية مع فرق كبيرة جدا لها تاريخ كبير جدا جدا، مباراة في السوبر بطولة من مباراة واحدة فمختبرة مصر، فمختلفة جدا جدا. إنما النادي الأهلي بيعرف يفصل بين البطولات وبينسى زي ما كولر قال، بيفصل خلاص، هو كمان خلاص بقى متعايش مع النادي الأهلي وفاهم النادي الأهلي وفاهم احتياجات النادي الأهلي. يمكن لما جه في الأول كان لسه برضه ما فهمش، لسه ما شافش جمهور النادي الأهلي وهو بيسمع على السمع، لأن من خلال هو أكد على كده في طبعا من خلال بطولة الدوري ما فيش كان جمهور، أو لما بيجي 5000 واحد فبرضه غير ما بيشوف في مباراة بقى افريقيا، شاف الكم الكبير، ابتدى بقى يشوف جمهور النادي الاهلي على حقيقته يعني حقيقي. وشاف حتى بره مصر حتى لو ما كانش متوقع، لا هو شاف جمهور النادي الاهلي بره مصر كمان لا يقل عن جمهور النادي الاهلي جوه مصر. فهو الحقيقه خلاص فهم النادي الاهلي وفهم ان الجمهور النادي الاهلي هو مش خلاص خد كاس السوبر، انما نسينا بالرغم انها لسه ما يعني لسه طازه، انما احنا نسينا ودخلنا على تحدي كبير مع منافس له تاريخ وله بطولات كبيرة واسم كبير في القارة، ومباراة أولانية على أرض الخصم مع فريق كبير أكيد فصل، بيبتدي دلوقتي طبعا هو يجهز اللعيبة للبطولة الإفريقية، لمباراة البطولة الإفريقية اللي هي إن شاء الله بإذن الله توصلنا للنهائي وتوصلنا إن شاء الله للبطولة. هيبتدي بقى طبعا التجهيز الفني مهم جدا جدا، والتجهيز النفسي مهم جدا جدا للمباراة دي، لان اعتقد ان هو فهم اللعيبه كويس قوي واللعيبه فهمت كولر عايز ايه بالظبط، كل واحد ابتدى يعرف الراجل ده عايز منه ايه امتى وازاي. فهو الفتره اللي جايه دي طبعا لان هيبقى فيه طبعا سفر وهيبقى فيه برضو تعب وكده، فمحتاجه توليفه الحقيقه ما بين الاعداد النفسي والبدني والخططي، وان شاء الله ربنا يوفقهم يعني. كابتن حشيش برضو قبل ما اطلع للتقرير، اهم ما السنه دي عن الموسم فنيا عن تمام. الموسم السابق هو يعني الحمد لله الجاهزيه البدنيه ل يعني تقريبا كل اللعيبه باستثناء طبعا اللي هو بيجي له اصابه وبيرجع،
وانا بشيد هنا بالجهاز طبعا الطبي الحقيقه يعني عامل دور كويس الحقيقه خلال الفتره اللي فاتت الاعداد. لكن برضو بيبقى فيه اعتقد بيبقى دور مهم للمعد البدني. 100% يعني راجل متفوق وحاسين ان اللعيبه في ظل زي بقول لك تلاحق المباريات أيوة. الكتيره دي اللي هي كانت موجوده السنه اللي فاتت بس كنا في ضغط المباريات. لحد ما دلوقتي قدرنا نحس ما نحسش قوي بضغط المباريات نتيجه ما جاتش اعتباطا يعني اكيد لتجهيز واعداد بدني واستشفاء كويس قوي من الراجل بتاع طبعا الاحمال. وزي ما بقول لك اختلاف في المباريات واختلاف يعني انت على طول في سفر خلال الفتره اللي فاتت دي انت ما بتقعدش في مصر كتير انت بتسافر على طول افريقيا وبتسافر هنا وبتسافر هنا وبتسافر هنا فمباريات متلاحقه واجواء مختلفه اجواء افريقيا وجو افريقيا وملاعب افريقيا وستايل افريقيا غير مثلا مباراه زي السوبر في الامارات وملاعب مختلفه وجو مختلف كل ده برضو اللعيبه يعني الحمد لله تاقلمت عليه وشفنا النتائج تحسش ان النادي الاهلي كان بيلعب بره مصر الحقيقه المباراه اللي فاتت برضو المباراه الافريقيه ابتدى خلاص اللعيبه تفوق بعض اللعيبه الحمد لله نورت بقى لها فتره ما كانتش بالمستويات دي يعني لو هنتكلم على حسين الشحات في احسن حالاته الفتره دي حمدي فتحي هايل مروان عطيه الوافد الجديد الراجل بيقدمه مش النادي الاهلي بيقدمه المنتخب مصر يعني حط رجله ان شاء الله باذن الله المنتخب مصر وعن جداره يعني يتحط ويتحط حواليه ناس تانية شايفين ياسر ابراهيم لما نزل مسايش الماتش اللي قبل اللي فات كان عالمي عالمي حاجه محمد هاني لما رجع بعد ما اكرم اتصاب حسينا ان هو ما شاء الله ماشي بالمستوى بتاعه في احسن وقت علي معلول السن الكبير اللي ما تحسش ان هو كبير تحس انه زي اللعيبه الثانيه اللي موجوده يعني في فرق في السن بينه وبين بعض اللعيبه اللي بتلعب جنبه كبير انما ما تحسش بالكلام ده وعليه ضغوط كبيره جدا جدا وتماسك وتركيز جدا شفنا تركيزه في ضربه الجزاء اللي جابها دي ما بتجيش من فراغ بيبقى واحد واقف على رجليه مركز كويس قوي تحس ان هو فايق لان اللعيب لما بيكون تعبان ممكن يغلط في باصه ممكن يبقاش مركز في ضربه جزاء فهو الحقيقه في لعيبه كتير اترفعت الحقيقه ولسه الناس اللي ما خدتش هتاخد بيرستاو اللي كانت الناس بتقول بيرستاو والراجل وخلاص واحنا والدنيا وبتاع خلال الفتره اللي فاتت دلوقتي بقى ما شاء الله يعني وصل لمستويات كويسه وبقى رئه للنادي الاهلي من ناحيه اليمين وراجل عنده كوره وحريف وعنده الحته الدفاعيه التزام اللعيبه كلها بالواجبات الدفاعيه اللي كانت يمكن ناقصه كان عندنا في الشق الدفاعي في بعض الخلل شويه لا ما بقاش بقى في توازن ما بين الناحيه الدفاعيه والسرعه كمان الريتم صحيح. الريتم ابتدى يعني يبقى سريع شفنا اول ربع ساعه اسلام في مباراه بيراميدز شفت الوان تاتش عامله ازاي في نص الملعب مع الضغط القوي اللي كان بيعمله بيراميدز ومع ذلك اللعيبه ثابته وعندها الثقه انها تنقل وتتحرك وتروح للجون بقى في تنوع في الاداء كمان ما بقتش تلعب بس من الاطراف بقى فيه اختراق من النص بقى فيه كل زي ما انت بتقول تحت الكوره والمسافات الكوره بتتلعب باللونج باس في الحته الفاضيه يعني في تنوع شفنا الماتش اللي فات الكور الثابته بقى فيه تريكات بتتعمل الكوره اللي هتتشاط اتلعبت لبيرستاو وراح حاططها تشيب باس بس طلعت طويله يعني في سنة عبد القادر بقى النادي الاهلي كمان كان عنده مشكله سواء في الناحيه الدفاعيه او الهجوميه في الكور العاليه بقى دلوقتي مترتبين صح في منطقه الجزاء سواء اللي علينا او الحته الهجوميه بقت تستغل الحته الهجوميه بقى في تنوع كمان في الكور الكرات اللي هي العرضيه كورنر تلعب على العرضه القريبه عشان يعني علي معلول لعبها عشان تتزعق شفنا جون محمود متولي في واحده من الوحدات شفنا عبد المنعم طالع يجيب جون في يعني اقصد في تنوع كبير جدا وهي دي كره لازم تستغل كل المفاتيح اللي عندك وتاخد من اللعيبه اقصى حاجه عندها سواء الناحيه الدفاعيه او الناحيه الهجوميه او الناحيه المهاريه شفنا لعب جماعي وشفنا ابتدى فيه لعب كمان فردي في الاوقات اللي انت عايز تبقى فيها حته فرديه شفنا كمان احمد عبد القادر ابتدى يتظبط اداؤه يعني جنب شويه الناحيه الفرديه
الناس كانت بتعيب عليه حته الفرديه شويه وانه بيتعطل في الكوره وبيأخر هجمه، ابتدى ياخد باله من الحته دي وخد، يعني الراجل ما بعدوش، لا ريحه شويه وظبطه وظبطه ابتدى يلعب. ففي كمان تطور في الاداء على مستوى الفرقه ككل كتيم ورك وعلى المستوى الفردي. كابتن حشيش، برضو مباراة الترجي كيف تنظر لهذه المباراة في ظل هذه الصعوبات؟ احنا دايما حتى بقى في القناة يعني ناس كتير تقول لي اسلام ما انتوا يعني ما بتجيبوش وما بتحتفلوش يا جماعة، لا ما هو احنا لما بيبقى بيتاح لينا ان احنا نحتفل بنحتفل. صحيح. لكن احنا زينا زي النادي طبعا، عندنا ماتش بعد اسبوع فيبقى عندنا ماتش بعد اسبوع. صحيح. بنركز. عندنا ماتش بعد بكرة فبنركز في الماتش برضه. فبالتالي كيف تنظر لهذه المباراة قبل نهائي افريقيا؟ زي بقول لك مباراة قوية في أرض المنافس، طبعا احنا عارفين يعني الترجي له باع كبير في بطولات افريقيا وعنده لعيبة على مستوى مهما كبير كانت الظروف، يعني مهما كانت الظروف ديربي بينه وبين النادي الاهلي دايما في بطولات افريقيا، عنده لعيبة عندها خبرات، قوام منتخب تونس من الترجي لعيبة على مستوى كبير، عندهم معهم مدرب كبير زي ما قلنا، النادي الاهلي بيعرف يكسب ازاي وعنده خبرات، النادي الترجي لا يقل عن طبعا النادي الاهلي فيه برضه خبرات وكده، والمباراه الاولانيه عنده على ارضه، عارف ان المباراه الثانيه رايح للنادي الاهلي في ارضه وما ادراك النادي الاهلي في ارضه وجوست جمهوره. طبعا انا مش عارف طبعا الجمهور هيسمحوا له طبعا يبقى موجود ولا لا بعد الاحداث المؤسفه اللي حصلت هناك، بغض النظر سواء موجود او مش موجود، النادي الاهلي زي بقول لك معاه مدرب دلوقتي كلنا ثقه فيه، عامل نتائج كويسه، بيعرف ازاي ياخد من المباراه اللي هو عايزها. ان شاء الله باذن الله نعمل مباراه كويسه مع الترجي بهدوء اعصاب وبثبات، ونقدر زي ما يعني اي فرقه بتلاعب النادي الاهلي اسلام بتبقى دايما عامله حساب كبير النادي الاهلي وخايفه من النادي صحيح. الاهلي لان دايما الناس بتخاف من البطل وبتعمل حساب البطل، اي فرقه كانت تتمنى انها ما تقابلش النادي الاهلي الا في الاخر خالص. فمباراه زي بقول لك قويه، النادي الاهلي ان شاء الله يبقى فيه تركيز كبير جدا جدا كالعاده، يقدر الراجل يحط التشكيل المناسب والطريقه المناسبه للمباراه دي. ودلوقتي ما بقاش فيها اسلام زي زمان، المباراه الاولانيه هناك والثانيه عندي، لا استاذ مش هتلعب بجمهور كمان بالظبط كده يعني. هناك اللي انا عايز اقوله لك ان ما بقاش فيه دلوقتي ايه اصل احنا الماتش الاولاني انما الثاني عندنا، لا دلوقتي مش حاجه اسمها عندنا وعندي، عنده وعندنا دي ما بقتش موجوده، انت بتدخل الماتش عايز تكسب، عايز اكسب، عايز تكسب حقيقي. لان لو دخلت عشان تتعادل او انك تعمل احسن نتيجه، لا انا داخل اكسب، والنادي الاهلي كمان قادر انه يكسب الترجي هناك. ايه هي العوامل يا كابتن اللي تساعد على هذا الامر؟ عوامل الفوز بقى، عوامل الفوز الثقة بالنفس الكبيرة ان انت رايح تكسب الترجي هناك في ارضه. انت عملت الكلام ده اكتر من مرة، مش حاجة جديدة وعملتها في عملت الكلام ده اكتر من مرة مع الترجي، وفي لعيبة موجودة لعبت قدام الترجي قبل كده في 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 رادس وفي تونس، فانت كان في جمهور، انت عندك دلوقتي كمان يعني انت احنا كجمهور الحقيقة بنقعد دلوقتي قدام المباريات نتفرج حاسين بشخصيه النادي الاهلي وعندنا ثقه في لعيبه النادي الاهلي، والثقه دي واصله للعيبه ان دلوقتي الجمهور بيثق فيكوا وبيثق في قدراتكوا وبيثق في المدرب بتاعكوا وفي الجهاز بتاعكوا، فانتوا قادرين ان تطلعوا بنتيجه كويسه جدا ايجابيه هناك تسهلوا على نفسكم مباراه العوده. وان شاء الله دايما النادي الاهلي دي محطه، انما انا عارف النادي الاهلي حاطط ان شاء الله هدفه الاساسي انه يتخطى العقبه دي ويبص لنهائي افريقيا. طبعا الكلام ده ما بقاش بيه او التحقيق الكلام ده ما بقاش مجرد كلام بس، لا تنفيذ وتركيز، واي لعيب النهارده خلص خلاص المباراه اللي فاتت وبدا اكيد كل واحد فيهم بيركز في المباراة اللي جاية وبيبقى عنده الطموح ان يبقى موجود في ارض الملعب عشان يشارك فرقته فيه ان شاء الله باذن الله تخطي العقبة دي، فبنتمنى لهم كلهم التوفيق يعني. اخيرا يا كابتن، توقعاتك الفنية للتوقعات تمام لمباراة الاهلي والترجي هتبقى انا بدأت من بدري أيوة على مباراة الاهلي والترجي ولكن لازم نعمل كده. المباراة هتبقى طبعا قوية زي لاسم حتى لو مفيش جمهور، حتى لو مفيش جمهور طبعا، حتى لو مفيش جمهور طبعا. طبعا الجمهور بيبقى يعني عامل كبير قوي لاصحاب الارض
ما نقدرش جمهور الترجي خصوصا التوانسه. انا يعني لعبت في تونس زي ما انت عارف وعارف جمهور الترجي يعني جمهور الترجي هناك زي الاهلي هنا. اكبر جمهور في تونس بيشجعوا بحماس وقوه حقيقي. فالحقيقه هم هيفقدوا يعني عنصر مهم جدا من العناصر بتاعتهم. لو النادي الاهلي استغل الحته دي ازاي؟ يستغلها من الضغط من البدايه. أوكي. لازم احسس الفرقه ان انا جاي العب على ارضك، انا جاي اكسبك على ارضك من بدايه، لان اللي بيسند اللعيبه وبيرجع اللعيبه للمباراه هو الجمهور وحماس أيه. الجمهور. فانت اكيد كل واحد فيهم نازل وناقص حاجه معينه في النفسيه وفي الاستعداد النفسي، هو ناقص انه بيلعب من غير جمهوره. الضغط بتاع النادي الاهلي من البدايه لما حسسك ان انا جاي اكسبك وانا لسه واخد السوبر المصري وجاي ان شاء الله اتفرجوا عليه طبعا، وشافوه اتفرجوا عليه وشافوا قدرات اللعيبه وفوقان اللعيبه و و و و وبعدين في حاجه كمان ما بقاش الناس اللي بتقابلك دلوقتي مش عارفين التشكيل مين بتاعك إيه؟ مين اللي هيلعب وايه وازاي وكام وفين وليه. ده يفرق طبعا يفرق كتير قوي، غير انك بتلعب اسطمبه انت حافظها، فانت بتحط مفاتيح او بتلعب على النواقص عند الفرقه اللي قدامك او نقاط الضعف او بتظبط الحته بتاعه طبعا القوه اللي عندك الايجابيه. فالكلام ده كله لازم انت تستغله بالضغط على نادي الترجي. وانا شايف الحقيقه الترجي خلال الفترات اللي فاتت مش هو برضو الترجي ده فنيا يعني. فنيا ده شق، بس ارجع واقول ان اي حد بيقابل النادي الاهلي زي كمان يا كابتن الفرق الكبيره، انا اسف ان انا بقطعك، ولكن الفرق الكبيره زي الترجي برضو وجهه نظري دايما هيفضل مهما كانت طبعاً. اموره مهما كانت شكله الفني مهما كان قليل كبير صغير قليل مش عارف ايه في تاريخ يا اسلام، في تاريخ أيوة. تاريخ لفرقه وبطولات لفرقه وخبرات نادي كبيره صحيح. الكلام ده كله مش يعني ما بقاش كده في الهوا، غير نادي لسه بقاله مثلا سنه سنتين ثلاثه، لا مزبوط. دي خبرات كبيره صحيح. جدا صحيح. وخاضوا اكتر من مره واكتر من سنه مثل هذه المباريات. فهم برضو بغض النظر يمكن يكون عدم وجود الجمهور ده حافز ليهم اكتر أيوة. ان يعوضوا الحته دي بالزبط. ممكن قوي تيجي الانديه الكبيره دايما بتعمل لنفسها حافز انا هعوض الحته نقص الجماهيري. والترجي فريق كبير وزي ما بقول لك المباراه الاولانيه بيبقى عليها عامل كبير صح. جدا هناك انت رايح عشان انت جاي تقابل حقيقة. النادي الاهلي في القاهره صحيح. فانت دي ممكن تكون عوامل اضافيه تخليه ان هو عشان كده انت ممكن تكسر الكلام ده بضغطك الجامد والتماسك بتاعك والاستحواذ وتحس انك فرقه قويه بتلعبك بتهد اي فرقه قدامك. وفي النهايه برضو انت هتلعب الترجي مهما كان انت هتلعب طبعا الأهلي الترجي سيلاقي الترجي بجمهور بغير جمهور فهي تيشيرت الترجي صحيح صاحب البطولات صاحب البطولات وواحد من اهم واكبر الانديه الافريقيه. كابتن حشيش انا بشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معانا والف مبروك طبعا. الف مبروك ليك والجميع الاهلاويه وان شاء الله دايما في انتصارات. وانا الحقيقه مبسوط ان انا كان النهارده جيت في يوم مليء بالبطولات طبعا بعتذر لك ولكن وسوبر وقاعد بره مستمتع بيك طبعا وبحييك على انك استضفت لعيبه اليد من الملعب يجوا لك هنا برغم ان الماتش خلص طبعاً. الحقيقه متاخر اكيد اسعدت جمهور النادي الاهلي اللي بيتفرج على طبعا البطولات والكؤوس اللي هي محطوطه طبعا قدامنا دي اللي انا هتصور معاها انا وانت بعد ما نخلص اكيد يعني شرف لينا يا كابتن طبعا ربنا انا بشكرك جدا يا كابتن حسين على وجودك شكرا جدا شكرا جزيلا الف الف مبروك لكل هذه البطولات شكرا جزيلا. هنطلع فاصل وبعد الفاصل هنكمل فقراتنا ايمن جلبرتو وصبري سراج في ضيافه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خليني ارحب بضيوفي في هذه الفقره صبري سراج. ازيك يا صبري؟ الحمد لله ازيك يا كابتن وانت كمان اخبارك ايه؟ الحمد لله كله كويس؟ الحمد لله ايضا ايمن جلبرتو ازيك يا ايمن؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ اخبارك ايه؟ كله تمام تمام؟ 100 100 مبسوطين الحمد لله عشان انتوا بقى لكم مرتين، المره اللي فاتت يعني اعتذرت لظروف خاصه، المره دي بقى الحمد لله جايين باتنين سوبر ظروف حلوه الحمد لله الاثنين سوبر يا رب على طول يا رب. ايه الاخبار كله كويس؟ الحمد لله. خليني ابدا معاكم الاول بتهنئه لفريق اليد وتهنئه لفريق كره القدم. فريق اليد طبعا احنا عايزين نهني اللعيبه الجهاز الفني مجلس الاداره الحقيقه والطفره اللي حصلت في العاب الصالات عموما السنه دي
يمكن في قبل السنه دي كان في شكاوى شويه من الجمهور، والجمهور زعلان بسبب نتائج العاب الصالات وبتاع. السنه دي في اكتساح تقريبا في كل الالعاب، الباسكت واليد ورجال وسيدات وكل حاجه، البطولات كلها بناخدها. فالحقيقه كريدت كبير لمجلس الاداره واللعيبه، الحقيقه ان هي استفاقت جدا خصوصا في كره اليد بعد فتره ما كانتش احسن حاجه، فبيفرحونا بسوبر النهارده كمان افريقي، وحقيقه نتيجه جميله واستمرار يعني. ان شاء الله دي تكون بدايه ان السنين الجايه كمان تكون كلها اهلي في كل العاب الصالات يعني. يعني استكمالا لكلام صبري، لا واضح جدا الطفره اللي حصلت في وجود يعني بعد ما مجلس الاداره استعان بالكابتن خالد العوضي في هذا المكان في تصحيح للاخطاء. طبعا الملف ده صعب جدا يا كابتن اسلام، لان انت عارف الجمهور على طول، جمهور النادي الاهلي يعني بيبقى نفسه انت في كل حاجه تبقى متفوق، وعلى طول يقول لك التدعيمات. وطبعا الملف بتاع التدعيمات ده تحديدا وفكره الاجانب في الوقت ده الموضوع صعب، خصوصا الالعاب كلنا عارفين العاب الصالات برضو مهما كان رواجها في مصر الدخل بتاعها او الانكم بتاعها مش زي كرة القدم. هي كرة القدم هي كريزة، لكن فإن النادي الأهلي طبعا قدر إن هو يعني مدرب زي ديفيز ده مدرب كبير جدا، مدرب مميز، في جيل كويس من لعيبة كرة اليد. ناس كتير على فكرة، الناس اللي هي مختصة بتتكلم كرة اليد بيتكلموا إن الجيل بتاع النادي الأهلي، مجلس الإدارة راهن على الجيل ده طبعا، لانه السنه اللي فاتت كان الوضع مختلف تماما. لما كنت بتكلم مع اي حد فيكم كان يقول لي لا ما تقلقش عندنا ناس كويسه جدا بس نصبر عليهم. بالظبط. فالنهارده بنتكلم في طفره فنيه، حراسه المرمى يعني النهارده لما الحارس الاساسي بتاع يعني حميد بيتصاب اصابه، الحارس اللي موجود معاه عبد الرحمن طاب يظهر بهذا المستوى، وحتى في الوقت اللي له دور كبير النتيجه قربت شويه، هو في اخر دقائق هو اللي رجع تاني اللعيبه نفسها، الاداء الدفاعي الاداء الهجومي. يمكن طبعا احنا مش خبره في اليد قوي، لكن اللي شفناه ان في تطور. نتكلم في كره السله بقى لها كام سنتين اهو حاجه مميزه. يمكن الطايره كرج فريق الرجال المرحلة الطبيعية لأي فريق بيبقى لازم الإحلال والتجديد بتاعه بعد جاي بعد 20 سنة سيطرة طبعا يعني بنتكلم كرة الطائرة حتى سيدات بنتكلم بيخسروا لقب من الثمانينات يعني تقريبا من قبل أنا ما اتولد ما كانوش بيخسروا ألقاب يعني. احنا بنتكلم كمان يا كابتن إسلام في 3-4 ألعاب صالات، احنا ما اتكلمناش على بقية الألعاب. فالنهاردة حتى الإنفوجرافس اللي بتتكلم على ألعاب صالات النادي الأهلي السنة دي لو بنتكلم 15-4 بالنسبه مع المنافس بتاعك طبعا نادي الزمالك في الحته دي، فلا يعني تطور مهم. نتمنى الاستمراريه، ونتمنى كمان ان الملف ده لو نقدر يعني مع وزاره الرياضه مع الناس المهتمين يبقى طبعا يبقى في احتراف كذا يعني كذا امر طبعا يا كابتن اسلام. النهارده الناس بتتكلم على المحترف بتاع كره السله اللي معانا في البال، وبيقولوا مثلا ليه هو مش ما نقدرش نستعين بيه على طول. عقده كبير جدا يعني، عقده ممكن يوازي عقود لعيبه كوره موجوده في الفريق. لكن في الاخر انت برضو لما بتكسب دوري لازم الملفات دي لازم تتفتح يا كابتن اسلام. لما بتكسب دوري السله المبلغ اللي بتاخده مثلا جايزه كام؟ اذا كان في الكوره لما بنكسب دوري الكوره ما بناخدش فلوس مكافئات تغطي. برافو عليك، ولكن وده كويس نفتحه ونتناقش فيه بسرعه يعني. يعني طبعا لانه ده هيبقى محتاج وقت طويل جدا، ولكن كره القدم هي اللي بتجيب الفلوس، بالزبط. هي اللي بتجيب الرعايه، هي اللي بتجيب كل حاجه كل حاجه قريبا. لازم السله واليد يعني بنشوف ريال مدريد في فرقه السله موجوده، لكن ممكن ما نسمعش ريال مدريد في الطايره مثلا، ما نسمعش ريال مدريد قوي في يعني بنسمع عن يعني هي الانديه الكبيره العاب بتتخصص. فانت النهارده كنادي اهلي او كبلد كمان احنا عندنا كره اليد مستواها عالي، عندنا محترفين في السله دلوقتي اهو رجعنا كاس العالم. فلو كل لعبه قدرنا ندخل فيها الاحتراف، قدرنا ندخل فيها التسويق، قدرنا ندخل فيها ان يبقى على الاقل الانديه بيرجع لها المكافئات مش لازم تغطيه العقود، هتساعد. فبالتالي تقدر ان كل ده، لان كل ده رواج النهارده، كلنا الناس كلها بتتفرج. فبنتكلم في رمضان الناس بتسهر تتفرج على النهائيات بتاعه الطايره والهاندبول والباسكت، الناس قاعده بتتابع البال، قاعده بتتابع كره الطائره سيدات، الناس قاعده سهرانه مستنيه صحيح. مين اللي هيكسب الدوري صحيح. فالنهارده كل ده لازم نستغله عشان في الاخر يبقى ليه عائد اقتصادي على النادي وعلى البلد وعلى كل حقيقي حاجه حقيقي. لانه الحقيقه مصاريف بتاعه العاب الصالات هي مصاريف كبيره طبعا لا تقارن في النهايه بكره القدم، ولكن كرة القدم بتجيب طبقة شيلة تقيلة يعني. احنا لما بنتكلم عن ريال مدريد او برشلونة او بيبقى كل نادي عنده في 3-4 عندها 3-4 بالظبط، انما النادي الاهلي عنده يعني كم من الالعاب كبير جدا. لو فكر ان هو حتى يقول بكره الصبح انا هقفل اللعبة لانها يعني بتاخد مبالغ كبيرة وانا ما بكسبش من وراها حاجة يعني، 100 واحد و100 لسان ومليون لسان ليه؟
ولادنا بيلعبوا، لا ما ينفعش نخسر ريادتنا في الحته دي. فموضوع صعب جدا انك تصرف على هذا الكم من الالعاب وتفضل دايما متفوق فيها لان جمهورك متطلب جدا. حقيقي. العاب الصالات كمان في السنين الاخيره عشان بدات تعرض تلفزيونيا معظم المنافسات، معظم المنافسات دي حاجه كويسه جدا، لكن معظم المنافسات لما بقت تعرض الجمهور بتاع الالعاب دي زاد. صحيح. فبالتالي الاهتمام بقى اكبر، فاللي ما كانش بيتفرج على كره يد بقى بيتفرج وبقى طالب ان الاهلي ياخد البطوله ويزعل لو الاهلي ما خدش. النهارده ما خلي بالك انا بشوف الحاجات دي من خلال يعني احصائيات البانه، احصائيات والحاجات دي. لا النهارده انت عندك نسبه مشاهده على مباراه اهلي وزمالك سوبر افريقي يعني غير موجوده في اي مكان اخر. يعني كابتن اللايف بتاع قناه الاهلي اللي هو على الفيسبوك ده مثلا كان في الوفات قاعدين فاتحين الموبايلات بيتفرجوا يعني ما بنتكلمش على ناس بتتفرج على التلفزيون، يعني بنتكلم ناس يعني ده يا اما حاجه اثنين لايف باقه مثلا هو مش موجود في الشارع او حاجه او في مكان في قاعد فاتح الجهاز اللي في ايده الموبايل ايا كان وقاعد متابع اللايف ده يعني اعداد الوفات مهوله. فالنهارده لا يعني حاجه جميله ان زي ما صبري كان بيقول الحاجات دي بتعرض، لكن كمان لازم نستفيد ان النهارده يبقى في رعايات معينه، يبقى في احتراف معين عشان كمان لما انت تقدر تحاسب يبقى الحساب. ما خلي بالك برضو جمهور النادي الاهلي بيطالب مجلس الاداره بايه؟ زي ما صبري كان بيتكلم انه الرياده تفضل فيها رقم واحد، ان الرياده تفضل فيها رقم واحد، وبالتالي طبعا مجلس اداره النادي الاهلي بيعمل على كده في كل الالعاب. ولكن انا هنا ما بتكلمش بلسانهم ام هم بيقولوا كده او لا، لكن انا بقول كيف او كيفيه التفكير ان انا ما هو انا بيخش لي 10 جنيه، طب هصرف 15 ازاي؟ صحيح. ما هو انا ال 10 هي بس اللي بتخش، في خمسه فرق، فانا لازم الخمسه دول اشوف انا هعمل فيهم ايه وتظل في الرياده. بالظبط كده كابتن اسلام. فهي دي النقطه اللي يجب ان يتم التفكير فيها خلال الفتره اللي جايه، لانه الالعاب دي طبعا مهمه جدا جدا جدا، ولكن في نفس الوقت مكلفه، وعلى الجانب الاخر ما بتجيبش. امتى بقى او ازاي نقدر نسوق هذه الالعاب عشان نعرف نجيب منها اللي احنا عايزينه؟ خلينا ننتقل بقى لان الموضوع ده موضوع كبير جدا وحساس. خلي بالك يعني الناس ممكن محدش هنا بيتكلم باللسان مجلس الاداره، لا احنا بنقول بس بنحلل الوضع، ما مجلس الاداره ما يعني ملوش علاقه بالكلام اللي احنا بنقوله ده خالص، ولا النادي له علاقه بالكلام اللي احنا بنقوله ده خالص. فمره اخرى سوبر الكوره كسبت بيراميدز وقدرت تفوز باللقب رقم 13 في كأس السوبر. ماتش كبير جدا، يمكن من اقوى، يعني ناس كتير قالت انه اقوى سوبر اتلعب في النسخ اللي فاتت كلها، وانا اتفق مع الرأي ده جدا. المباراة كانت قوية بين اقوى فرقتين في مصر حاليا، خرجت بشكل ممتاز فنيا وتكتيكيا، كان في شطرنج ما بين الاثنين مدربين، وكان في يعني شغل كتير جدا ممكن نتكلم فيه وحالات كتير نتكلم فيها، لكن الحقيقه يعني اهم ما في الموضوع ان الصوره طلعت حلوه، قدمنا صوره كويسه عن الكوره في مصر، الكواليتي بتاع الفرقتين كان كويس جدا، الفرقتين في اقوى حالاتهم محافظين بعض بشكل يعني مبالغ فيه كمان، يعني الماتش يمكن الفرص كل فريق من الفرقتين ما صنعش كم الفرص اللي بيصنعها في الماتشات العاديه من كتر ما الفريقين حافظين بعض ودفاعيا كانوا متفوقين. في الاخر حققنا بطوله كبيره ومهمه وظهرنا بشكل كويس، نتمنى ان ده برضو يكون يعني خطوه في طريق تحقيق كل البطولات السنه دي، لان الحقيقه احنا بنقدم مستوى كويس نستاهل عليه ان احنا نفوز بكل حاجه السنه دي. ايمن البعض حاول بعد نهايه المباراه، ودي الحقيقه انا ما بحبش اتكلم في هذه الامور، يعني انا ناس كتير بتقول لي بقى تطلع ترد على فلان وتكلم على كذا وتعمل كذا انا الحقيقه بشوف ان انا كسبت سوبر خليني افكر في اللي بعده، وجهه نظري. ولكن البعض حاول ان يشتت فرحه النادي الاهلي وجمهور بالسوبر، ما ان اصل مش ركله جزاء، مش بتاعه كهربا دي مش ضربه جزاء، اصل علي جبر ما كانش المفروض يطرد ولا حاجه، ده المفروض اللي كان يطرد ده الشناوي وعلي معلول عشان مش عارف ايه وعشان عملوا ايه، على الرغم من معظم المحللين الكبار في التحكيم مثلا اتكلموا على انها بالفعل هي ركله جزاء، يجب ان يتم طرد علي جبر، الشناوي وعلي معلول اخرهم كان هيتاخد انذار. طبعا يا كابتن اسلام يعني دي برضو بتفسر الحاله اللي هي بتاعت احنا مش مهتمين بالمباراه او المباراه مش محدش هيهتم بيها، بس في الاخر كله يعني فاهم تلاقيهم اتفرجوا على التفاصيل، يعني فالمباراه يعني المباراه قويه جدا يا كابتن، المباراه فعلا بين اقوى فرقتين في مصر، احنا يعني
ممكن نستعرض الاحصائيات واحنا بنتكلم كده وبندردش بتاعه المباراه، هتلاقي ازاي التقارب ما بين الفريقين وازاي في تفاصيل، كل نادي كان بيحاول يلعب على التفاصيل بتاعه الفريق التاني. يعني ماتش نهائي الكاس تحس اللي هو كان ايه، كان البروفا اللي الماتش ده كله يعني كل مدرب طبق على نهائي الكاس بالظبط زي ما بنشوف اهي الاحصائيات قدامنا. طبعا الاهلي تفوق في الاستحواذ، لكن بص النسبه يا كابتن اسلام متقاربه، نسبه الاهداف المتوقعه متقاربة، صناعة الفرص، بس كل الإحصائيات دي المحاولات الصحيحة على المرمى، التمريرات، دقة التمريرات، يمكن النادي الأهلي بقى متفوق بشكل أكبر، العرضيات الصحيحة، كل الإحصائيات يا كابتن بتاعت المباراة هي كلها قريبة. ده يدل على إيه؟ إن الفرقتين فعلا مذاكرين بعض كويس زي ما قلت كده، طبقوا على نهائي الكاس وكل واحد توقع المدرب التاني هيعمل إيه وابتدى يلعب على التفاصيل دي. فلا حتى كابتن كمان لو تشتيت على الكوره بتاعت المشكله اللي حصلت بتاعت الشناوي بيلعب الكوره عشان عبد المنعم واقع والشي بيحاول يلعبها، احنا مش شفناه لسه في كاس العالم اللقطه الشهيره بتاعت مباراه الكوره بتاعت الارجنتين وهولندا في كاس العالم، كله مسك بعض وضرب بعض يعني، حكم بعد كده راح مفضي الليله. قريب ارسنال ومانشستر سيتي، اتذكر لما مين ارتيتا كان حد بيمزقه او حاجه كده، كان لها خناقه كانت اول موسم بين توخيل وكونتي يعني الناس، بس دي كانت خناقه جدا. لكن احنا بنتكلم في دي قريبه شويه اللي بتاعت كاس العالم يا كابتن اسلام، وفي الاخر حتى بتاع كاس العالم ما شفناش يعني بطاقات حمراء للعيبه او الحكم راح مطلع في اللقطه تحديدا انذارات، التعامل معاه بهدوء، ادى انذار هنا والانذار هنا واتكلم والموضوع خلص. انت النهارده بتكبر وتقول لي تسريبات بقى لجنه الانضباط ونخش في نفس ده، لا المباراه نجحت فنيا، نجحت جماهيريا، تنظيميا في الملعب الامور كانت على افضل حال. يعني هنشوف حتى في اللقطات بعد كده واحنا بنستعرض يا كابتن اسلام، لا المباراه جميله جدا فيها تفاصيل حلوه واتلعبت في توقيت جيد جدا، وفي الاخر في فريق كسب الحمد لله ان هو النادي الاهلي، فريقنا كسب اللقب، بيراميدز خسر، هارد لك عمل مباراه جيده. هنا بص دي اللقطه كابتن اسلام، بص النادي الاهلي ابتدى الماتش 4-3-3 لكن الماتش شغال، بص هتلاقي الموضوع الضغط، احنا كنا بنضغط واحنا واقفين 4-1-4-1 عشان نضغط على فريق بيراميدز هو بيطلع بالكوره. الحقيقه ان الفرقتين، انا عايز اقول حاجه قبل ما نتكلم على الحاله دي تحديدا، كلمه قالها ايمن كانت كويسه جدا، فكره انهم طبقوا على ماتش الكاس. ماتش الكاس اتغير لما كولر عمل تغييرته بنزول حمدي فتحي عشان يخترق عمودي في التشانلز وقدر ان هو يحول مسار المباراه والاهلي يفوز. ان النقطه دي بدا باتشيكو المباراه باختيارات محدده جدا وتغيير مراكز بعض اللعيبه عشان يضرب الفكره دي. اعتمد على احمد توفيق مش بلاتي توريه في نص الملعب عشان الاثنين توفيق والكارت يبداوا يلعبوا مان مع الاثنين التمانيات بتوعك اللي هم القندوسي. قندوسي لعب عشان يخترق عمودي مع حمدي فتحي، هو بدا بالاثنين دول عشان كده باتشيكو كان قاري دي او كان قاريها كويس من ماتش الحقيقه، عمل ماتش فنيا وتكتيكيا جيد جدا. فعشان كده هو ليه اختار احمد توفيق تحديدا مكان توريه، لان احمد توفيق بيجيد المان تو مان، فبدا بالفكره دي. رمضان صبحي غير مركزه من الجناح لاعبه 10 عشان يضغط على مروان عطيه في وقت ما الاهلي بيبدا يحضر او يبدا الهجمه، فكان كل مدرب فيهم حافظ وقاري الثاني تماما. هتلاقي رمضان صبحي مع دايما مع مروان. الشكل ده هو اللي خلى في وقت من الاوقات مروان بعد اول ربع ساعه او ثلث ساعه ما بقاش قادر قوي ان هو يحافظ على تمركزه الصحيح والمجهود كان اكبر عليه، وبالتالي كولر عمل خطوه ذكيه جدا، قام رجع حمدي فتحي جنب مروان، وخلى قندوسي لوحده بيلعب 10 عشان يقدر يحافظ على التفوق في نص الملعب. اللي حصل بعد كده اهي، دي مثلا في كره، اول كره تقريبا تحصل وعمل فيها بلوك حمدي فتحي كان عظيم جدا. دي اللي انت قلت ان هو رجع هنا حمدي جنب مروان. الكره لو عدناها تاني، مروان اهو الكره اتلعبت في ظهر مروان وهنلاقي حمدي بيشاور وبعدين بيبدا يتحرك هو مع اللعيب اللي هيستلم الكره اهو. ذكي جدا جدا، لعيب ذكي جدا، لعيب ذكي جدا الحقيقه، وملك التاكلينج طبعا، عارف ان هي بتتعمل في الحته. خلي بالك دي واحده برضو من افضل مباريات رمضان صبحي، خلي بالك ضد الاهلي يعني. طبعا صحيح. ممكن واحنا بنكمل في الحته دي تحديدا عشان برضو وقتنا ننزل ارقام بتاعت مروان وحمدي، يعني عشان برضو الناس تتابع الاثنين دول ادائهم كان ازاي في الملعب. الحته بتاعت صبري لما
كولر راح مرجع حمدي جنب مروان، بعد كده الشوط الثاني هنلاقي ان مروان ابتدى يميل بقى ياخد المهام بتاعته. هي كابتن اسلام الاحصائيات اهم حاجه في الاحصائيات دي، بنك ابص التمريرات بتاعتهم قد ايه هي رغم صعوبه الماتش والضغط، لكن دقه التمريرات بتاعتهم مميزه. كمان التمريرات الطوليه اللي كانوا بيعملوها، التمريرات الطوليه الصحيحه شكلها كان يعني رقميا يعني مش بعيده، يعني عمل حمدي عمل واحده صح من اثنين ومروان ثلاثه من اربعه. عظيمه جدا. صحيح. الارقام بقى الدفاعيه هنا برضو بنتكلم، بص يا كابتن اسلام، عن الفوز بالكره، كل واحد فاز بالكره، بنتكلم في 13 لحمدي و18 لمروان، لان مروان في زي ما صبري كده قال في بدايه المباراه هو اللي كان رقم سته اكتر. صحيح. وحمدي وقندوسي هم اللي كانوا بيضغطوا، بعد كده راح كولر مرجع حمدي عشان خاطر يعمل التوازن والشكل بتاعنا دفاعيا، عشان يغطي على فكره ان باتشيكو بيلعب بالثلاثه اللي هم ثلاثه والمهاجم بتوعه والرمضان وابراهيم عادل ومصطفى فتحي قد ايه هم سرعات عشان نغطي الحته دي. فبقينا نشوف ان التدخلات كمان الدفاعيه عندنا ازاي مميزه، البلوكات البلوك اللي حمدي فتحي عمله، الفوز بالكره الثانيه، ودي كانت من الحاجات المهمه جدا، بس الكره الثانيه كمان عند مروان عامله ازاي، ده بيسهل بالظبط بيسهل ازاي عليك في مهامك الدفاعيه. فكل دي زي ما قلنا هي افكار وحاجات اتطبقت في الملعب وشغل، فكل الشغل ده عشان كده هي واحده من اقوى المباريات السوبر اللي اتلعبت في سنين، ومش عيب احنا بنقول واحده من اقوى المباريات، احنا ما قلناش دي اقوى ماتش سوبر اتلعب في التاريخ، يعني الناس قالت واحده من افضل المباريات، فما اعرفش ليه واحده من افضل المباريات دي بتضايق يعني. لا يا كفاية كانت الحقيقة بعد مبروك كان كولر كان اختياراته كانت ذكية جدا في المباراة دي، يعني فكرة ان القندوسي وحمدي بيلعبوا تمانيات عشان يخترقوا عمودي في العمق، بس ما حصلتش لان باتشيكو كان قريها، لكن ده يفسر لك برضو هو ليه اختار مثلا انه يبدا باحمد عبد القادر ويختار انه يبدا الناحية التانية بيرسي تاو، لان هما لعيبة خطوط فهيعملوا ستريتش للملعب، هو ده اللي هو عايزه بالظبط، فعشان هما الباكين يفتحوا ويفضي الحته دي بالظبط. باتشيكو كان قاري ده كويس، والحقيقه ان الفرقتين كانوا يعني قاريين بعض، او الاثنين مديرين فنيين قاريين بعض بشكل عظيم جدا، لدرجه ان احنا كنا مستنيين اللقطه الابداعيه اللي هتخلص الماتش، ان لاعب عنده حاجه مختلفه هو اللي هيحل المشكله دي، وده اللي شفناه مع كهربا. يعني كهربا كان ذكي جدا في تحركه، وذكي جدا في انه يحط نفسه قدام احمد سامي ويحصل على ضربه الجزاء، هي كانت لقطه ممتازه. يعني هنا ده الحاله، واحنا بنخرج الكره الطويله من خالد عبد الفتاح، كهربا رغم انه ما كانش اقرب للكوره انما قدر يحط جسمه قدام احمد سامي ويحصل على ضربه جزاء طبعا سليمه 100%، لكن هو تصرف ذكي منه. يا اخي سليمه ايه؟ مش كده. سليمه جدا، بلاش سليمه جدا. الكهرباء يعني فعلا الكره مش بتاعته خالص، قدر يحط جسمه قدام احمد سامي يعني بذكاء شديد جدا، وضع جسده بالشكل السليم في المكان السليم عشان خاطر ياخد ضربه الجزاء. كهرباء من يمكن انا بشوف ان هو اذكى مهاجم في مصر، يعني ذكي جدا. قال كده المدير الفني المنتخب الوطني الاول. صحيح. قال ان احنا كهربا انا باخده لانه هو ذكي جدا في تحركاته جوه منطقه الجزاء، يعني اذكى مهاجم بيتحرك في مصر، ممكن ما يكونش الاقوى بدنيا، ممكن يكون مش الشكل التقليدي لراس الحربه اللي احنا متعودين عليه، انما هو عنده سرعات، عنده ذكاء جدا في اختيار الاماكن، هو مهتم جدا بانه يلاقي المساحه، فهو دايما بيكون موجود في مكان، يعني وقت قليل مثلا لعبه في مباراه السوبر راح الجون ثلاث مرات. صحيح. قبل ما ينزل احنا ما وصلناش تقريبا بالكم ده من الفرص، فهو قيمته كبيره جدا في تحركاته وفي الفينش بتاعه على الجول كان طبعاً. ممتاز. اهم حاجه كمان في كهربا الصراحه الفتره دي تحديدا فكره ان هو، ويمكن هو طلع في تصريحات برضو قالها، مش بيحاول يعني ذهنيا كهربا مركز رغم كل اللي بيحصل ده، وان تقريبا كهربا شايل مشاكل الكوره في مصر كلها، ولكن هو مركز لدرجه ان هو كل ده متشال من على دماغه بينزل يلعب. انا مبسوط جدا لكهربا، لانه الحقيقه اللي يعرف كهربا كويس يعرف ان هو يعني طيب جدا، مش هو الهيصه اللي معموله لا خالص، راجل بسيط جدا. شفناه في معسكرات سواء مع النادي الاهلي او مع المنتخب، شفناه في مواقف كتير، هو لعيب بسيط ايا كانت القصه، لكن هو وكولر كمان كان ليه تصريح ذكي جدا قبل المباراه، وهو بيقول احنا بنطلع كهربا، يعني بنعامل كهربا المعامله اللي يخليه يخرج من كل الضغوط دي، عشان احنا عارفين
قد ايه القصه اللي دايره حواليها كابتن اسلام. فلا يعني النهارده لازم نشيد بكهرباء وبدوره ونتمنى ليه الاستمراريه، لان ده اكيد مهم ليه في كاريره ومهم جدا للنادي الاهلي ان هو يبقى دايما عنده اكتر من لاعب في المكان ده. محمد الشناوي يا صبري برده له دور. ليه انا هتكلم عن محمد الشناوي؟ ما بحبش اتكلم عن لعيب معين، لكن انا هتكلم تحديدا عن محمد الشناوي لانه طال ونقد، وكان يعني الوقت ده ما كانش محمد الشناوي في قمته، لكن دلوقتي لازم ندي محمد الشناوي حقه. هو اتعرض لانتقادات كبيره الفتره اللي فاتت، ومش هقول ان هي مش حقيقيه او مش صحيحه، هو كان في تذبذب كبير في المستوى، وانا من الناس اللي انتقدته جدا وقالت ان هو قادر ان هو يورينا نسخه من الحارس اللي بيجيب بطوله. الحقيقه ان رده كان سريع. المباراه دي لو دي جول، لو دخل الجول لو هنقول حد جاب بطوله للنادي الاهلي او حارس جاب بطوله، فلا الشناوي جاب بطوله للنادي الاهلي في اكتر من كوره كان ممتاز فيها. الكوره دي عظيمه جدا، يمكن شويه بتفكرنا بكوره دروجبا والحضري في 2008، وانا بشوف ان دي كمان اصعب، لان الكارتي كان اقرب للمرمى من دروجبا، كان على خط الستة بالظبط، حط الكوره بقوه جدا، والشناوي كمان كان مرحل ناحيه العارضه الشمال خطوتين، فانه ياخد رد الفعل السريع ده في المسافه القريبه دي والزمن ده، الحقيقه تفوق عظيم منه وعقليه انه يقدر يحافظ على كمان النتيجه. ودي كمان برضه خلي بالك وقت الكره دي تحديدا كمان تكنيك يعني كمان الاولانيه ماشي، لكن دي طبعا دي التوقيت، دي التوقيت توقيت كمان كان عظيم، والتكنيك بتاعه كمان في الخروج وان هو ياخد وضع النجمه ده او الفراشه. على فكره من الاوضاع الصعبه اللي مش كل حراس المرمى بيقدروا يستخدموا التكنيك ده، يمكن حراس كبار في العالم بيستخدموه لكن برضه مش كلهم، لانه بيحتاج مرونه عضليه كبيره جدا، فانه بيقدر هو دايما متفوق فيه الحقيقه، وبيقدر يقفل بجسمه كويس وبيفرد اطرافه كلها، واطرافه طبعا طويله، ايديه طويله، وبيقدر كمان يفتح رجليه على حسب المساحه، فهو خرج في وقت مثالي جدا، قفل كل زوايا المرمى تقريبا على دودو الجباس، يعني دودو ما كانش قدامه حل تاني. كنت هقول لك حتى تمركزات يعني اللعيبه نفسها كمان ما كانتش مديها فرصه ان دودو الجباس يفكر ان هو يمرر، فكل يعني اللقطه نفسها لقطه حلوه. زي ما حضرتك قلت كده كابتن اسلام الشناوي، دي النسخه اللي احنا طبعا يعني شفنا فيها الشناوي كتير وبنتمنى ان هي تستمر، يعني اي انتقاد هو انتقاد دايما، انت بتطلب من اللاعب ان هو يبقى احسن. طبعا بنبقى عارفين في اوقات كان في البعض بيحاول يتهكم على فكره الحارس الاول او الحارس الاوحد او ملوش بديل او الشناوي في حته تانية، كان في ناس بتتريق عليه، لكن دي قصه تانية، يعني عارفين ان في البعض كان بيحاول ان هو يهد في مستوى الشناوي، لانه بالنسبه له عارف ان الشناوي هو يعني جزء كبير من بيساهم في انتصارات النادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي. لكن النهارده ماتش الرجاء اللي بنتكلم في مباراه الذهاب في اكتر من كوره في المواعيد الكبيره موجود على فكره الشناوي، رغم ان برضو يعني البعض اكيد انتقد، فاكر كابتن اسلام وقت ما كنا نحلل ماتش الهلال السوداني حقيقي، لكن الشناوي صاد ضربه جزاء في الماتش ده، وكانت دخلت كان ممكن الموضوع يبقى قلق طبعا. فالنهارده في مباراه الدوري مثلا بتاعه سموحه 1-0 كان في انفراد برضو لحسام حسن طلع وتصدى ليه بشكل كويس، فالنهارده اخر نسخ لمحمد الشناوي نسخ مميزه جدا، اتمنى ان هي تستمر، لان الاهلي خلاص انت بتكلم مقبلين على سيمي فاينل، ماتشين سيمي فاينل يودوك فاينل، فانت محتاج ان انت الحارس بتاعك اللي هو في نفس الوقت القائد يبقى في كامل تركيزه، وهو ده الشناوي اللي احنا كلنا بنتمنى ان هو يفضل على هذا المستوى نفس التركيز، لان تركيزه اول ما الشناوي يبقى مركز وفي حالته تلاقي الفرقه كلها في حالتها، بالتالي ده بيساوي بطوله. صبري الدور الدفاعي للنادي الاهلي والتنظيم الدفاعي، مش الدور الدفاعي، التنظيم الدفاعي للنادي الاهلي اعتقد كان له دور في الفوز يعني بالتأكيد بالبطوله. حاله قلبين الدفاع كانت مميزه جدا، محمد عبد المنعم ومتولي عملوا مباراه كبيره، معلول محمد هاني، ويمكن الناس استغربت شويه من تغييره محمد هاني، بس احنا ممكن نتكلم هو ليه اتغير، وده من ضمن الحاجات الشطرنج اللي كانت بتحصل ما بين الاثنين المدربين في الملعب. هاني كان عنده يعني لو شفنا اللعبه دي كان بيحصل دايما عليه اوفرلود من ابراهيم عادل ومحمد حمدي، طول المباراه كانت اللقطه دي بتحصل 2-1 بالظبط 2-1 ادي مروان مع رمضان صبحي، وبعدين الكوره بتتحط بيحصل الاوفرلود، اثنين لعيبه دايما هما الاثنين دايما محمد حمدي ودايما ابراهيم عادل كانوا بيلعبوا على محمد هاني طول المباراه. لما حصلت التغييرات في الشوط الثاني وبدا رمضان يتحرك لمركز الجناح، كان كولر قراره سريع جدا بانه خلاص انا مش هضغط على هاني اكتر من كده لانه استنفذ بدنيا، قام خرجه ومنزل لعيب فريش اللي هو خالد عبد الفتاح عشان يقدر يقابل رمضان على مركز او على الجناح على في المركز ده. فهي الحقيقه كانت
تغيير محمد هاني ما كانش المقصود بيها او ما كانش عشان محمد هاني كان وحش، لكنه كان استنزف بدنيا، وكان الافضل ان ينزل حد فريش يقابل رمضان على الخط، لان حضرتك قلت برضو ان هو كانت واحده من اهم مباريات، واحده من افضل مباريات رمضان يعني امام النادي الاهلي طبعا. صحيح. وكمان الشكل الدفاعي بتاع النادي الاهلي طبعا احنا بنتكلم دي محمد عبد المنعم، متولي عمله ماتشين يعني محمد عبد المنعم استمرار للمباراه بتاعته، محمد متولي يمكن راجع كان من اصابه الفتره اللي فاتت. يمكن لو نرجع بس بالاحصائيه دي سنه اللي هي هنكمل بيها كلام صبري، فكره ان التنظيم الدفاعي الاهلي تحسن الفتره دي مع كولر، والنهارده بيشتغل على الفردي بتاع اللعيبه بشكل ايجابي، كمان ان اللعيبه دي ما بتخص... المدافعين دول ما بيخسروش كوره، يعني اللعيبه دي مش مجرد مدافعين بيشتتوا الكوره او ان هو بيخلص لعبه، لا ده النهارده بص يا كابتن اسلام دقه التمريرات بتاعت اتنين الباكات بتوعك 94% والتاني 85%، بنتكلم في تمريرات يعني القصيره دي انت بتبني بيهم لعب بشكل مميز جدا. النهارده بس النسبة بتاعت محمود متولي تحديدا ليه هي 85%؟ ليه اقل بشويتين من عبد المنعم؟ لان متولي هو المسؤول دايما عن الكرات الطويلة، فهو يعني هتلاقي لما تيجي تبص على التمريرات الطويلة هتلاقي هنا عبد المنعم لعب 3 تمريرات هنا 9 طويلة، هنا 9 صح، فهو المسؤول عن انه يلعب اللونج باس، وده طبعا بيبقى باس ريسكي وما بيبقاش مش على طول هيبقى باس سليم يعني بالظبط، فعشان كده بس نسبته هي اقل شويه، انما اجمالا نسبته في التمرير طبعا هايله جدا. النادي الاهلي في المباريات الاخيره يمكن تقريبا لو بنتكلم داخل فيه هدف واحد في عدد كبير من المباريات، فده بيبين لك ان ازاي حاله المدافعين عندك جيدة. لا انا هنا بقى بعترض، لان هي مش حاله المدافعين، الفريق الشكل الدفاعي، تنظيم الدفاع للفريق، الشكل الدفاعي. خلي بالك مهم جدا ان تبقى الناس عارفه انه محمد شريف بيدافع صحيح. أو طبعا بيبقى له دور في تنظيم دفاع. الدفاع كهربا لما بيبقى موجود بيبقى له دور في تنظيم الدفاع، تحسن محمد هاني وعلي معلول في الكرات العكسية. احمد عبد القادر خد واحده في الدقيقه تقريبا 70 او حاجه بس عمل بلوك عمل بلوك في كوره، لا وكان واخد سبرنت تقريبا من نص الملعب يعني لولا السبرنت ده كتير. يعني دي هي زي الفكره اللي بنقول يعني حمدي فتحي مثلا هو بيشاور على ان الكره رايحه أيوة. للمهاجم، هو ما وقفش، هو مش مجرد شاور وقف مكان، هو توقع ان هو هيوقفها بالظبط، فراح ايه واخد المكان عشان خاطر يقفل. النهارده احمد عبد القادر تركيزه الذهني طوال الماتش ان هو لقى علي معلول عامل تغطيه في حته معينه فالمكان ده فاضي، والشيبي على طول مميز في يعني هو لاعب مميز جدا، لعيب مميز جدا بعيدا طبعا عن المشكله الحصلة، لكن هو لعيب فنان مميز جدا، راح رايح ومغطي معاه اللعيبه. النهارده محمد هاني في التغطيه حضرتك كباك يمين برضو بتبقى قاريها التغطيه العكسيه بتاعت محمد هاني ازاي الفتره دي تطورت عن يعني هو اتحسن. يعني النهارده الطبيعي ان انت اللعيب بقى كويس ان انت بتتعلم، ده معناه ايه؟ ان في مدرب بيشتغل وفي لعيبه بتستجيب. علي معلول النهارده بنتكلم في لعيب سنا مش صغير وكمان بيلعب مباريات متتاليه بشكل كبير، والمدرب لما بيجي يتكلم الناس لما بتتخض على علي معلول يقول له طب مش هتريح علي معلول الماتش جاي؟ لهم ده عامل زي المكنه لازم اخليه يلعب كده عشان هو لو قعد ممكن يقع، يعني هو بالنسبه له ان هو عارف ازاي فهو عارف ازاي ان علي معلول يحافظ عليه، فبالتالي النهارده التمركزات دي مهمه جدا يا كابتن اسلام، ان الناس تعرف ان حتى مع الضغط المباريات دي بيبقى في اخطاء بتتصلح، في شغل بيتعمل، فالنهارده كل ده نتاجه ايه؟ ان الحمد لله المدرب معاك في الفتره دي لعب على 3 بطولات، كسب الثلاث بطولات، في بطوله الدوري بيسير فيها بشكل كويس لحد بنرجع لها، بطوله افريقيا هو في السيمي فاينل، فالنهارده اجمالا التجربه مميزه، فايه الدور بقى اللي جاي؟ الدور على اللي جاي على الجمهور، طريقه المسانده ازاي في المباريات، ماتش الترجي ازاي النهارده انت تعبر بفريقك للفاينل، الفاينل اللي انت ان شاء الله لو عبرته برده هتلعب ذهابه هنا وايابه بره ايا كان هو فين، فانت ليك دور، دورك ايه؟ ان انت في ماتش الترجي لازم هتبقى موجود وبتشجع بطريقه معينه عشان خاطر الفرقه تقدر تصعد، لان بعد ماتش الترجي تحديدا انت هتتضغط تاني في الدوري عشان خاطر تعوض الماتشات اللي انت ما لعبتهاش، وبعد كده ترجع ليه ان شاء الله لما ربنا يكرم، طبعا احنا مش هنسبق ومفيش حاجه في الكوره متوقعه، لكن ان شاء الله ساعتها تبقى متاهل فاينل، فيبقى دول بطولتين يبقى تقفل السيزون بشكل، انت فعلا زي ما صبري قال في البدايه الاهلي السنه دي فعلا يستحق ان هو كل بطوله يلعب فيها يكسبها، مش كل الانديه في كل العالم بتقدر تكسب كل البطولات،
واحنا نفسنا في عصر كابتن اسلام الجيل الذهبي، مره واحده كسب كل البطولات، المره اللي بعدها كسب 3 من 5، لان هي دي سنه الحياه وهي دي سنه الكوره. لكن السنه دي تحديدا الموسم ده لا، احنا فعلا الشغل اللي بيحصل مع اللعيبه ومع المدرب والجمهور اللي عمله في المباريات الاخيره، لا نستحق ان احنا بعد السوبر ده كمان ناخد الدوري، وان شاء الله ناخد دوري ابطال افريقيا. بالحقيقه ده لو حصل وان شاء الله ربنا يكرمنا ناخد البطولتين دول، اعتقد هتبقى الفيناله حلوه يعني. حفله حلوه ان شاء الله، نيجي نتصور معاهم زي دول كده. يعني ما اعرفش هيبقوا موجودين دول ساعتها ولا لا، لان معاهم افريقيا. يعني انا الحقيقه النهارده من يعني انا بكلم الناس هناك في النادي عشان يا جماعه لو سمحتوا هاتوا لنا البتاع عشان يبقى معايا الاثنين. يعني انت فاهم اللي هو اثنين سوبر، واحد سوبر محلي والثاني سوبر افريقي، واحد كوره واحد هاند بول، ما بتحصلش كتير برضه طبعا سبحان الله ورا بعض كده. فرزق رزق النادي الاهلي حلو على فكره. الحظ ده رزق طبعا. ورزقنا طبعا. الحظ ده رزق يا كابتن اسلام، والحظ دايما ربنا لما بيدي حد حظ حاجه كويسه بيبقى للمجتهد. بيبقى للمجتهد. فعشان صحيح. ايه برضو في نغمه كده غريبه كابتن يقول لك ايه يا لهوي ده، ايه الناس المحظوظه دي يعني. أيوة الحمد لله على فكره دي حاجه ما بتزعلناش. انا لما حد يجي يقول لي انتوا النادي الاهلي يعني نادي محظوظ، اقول له كرم من ربنا يا رب. يا عم ده ربنا يا ريتنا يا اخي. يا رب يرزقنا دايما هذا الحظ. يرزقنا بالحظ يعني صحيح، لانه الكوره فيها حظ طبعا. حتى كره القدم دائما الظلم فيها قد يكون عدل. بالظبط طبعا. يعني في ناس ما تاخدش بالها بالكلمه دي قوي، لكن كره القدم فيها ان انا كمدير فني شايف ان ايمن جلبرتو وحش، في مدير فني تاني شايف ان ايمن جلبرتو ده احسن واحد في الدنيا. صحيح. احسن لعيب في الدنيا. صحيح. يعني فهي كره القدم حتى الظلم فيها قد يعني ماتش السوبر كاب زي ما احنا بنتكلم، هل في يعني لو احنا مش بالجمهور اهلي او زمالك او زمالك او بيراميدز او اي حاجه، احنا ناس بتشجع اي نادي تاني، لو احنا بنتفرج على الماتش ما هنلاقي ان كل نادي فعلا عمل ما يستحق عليه المكسب حقيقي. فلو النهارده ربنا كرم الاهلي في لقطه كهرباء والكوره جت جول، كان وارد ربنا يبقى رايد ان الكوره زيها تبقى لبيراميدز الكارت اللي هو شالها بالظبط كده. فساعتها انت وانت بتتفرج حتى هتقول لفريقك هارد لك، هتسقف لفريقك لان انت عارف انه عمل اللي عليه. فهي دي الكوره وهتفضل كده. انا برضو كنت اتمنى يعني انا بسقف لنادي بيراميدز الحقيقه على المستوى الرائع والاداء اللي قدوه، لكن الحقيقه انا كنت اتمنى ان الكلام اللي حصل بعد اوكي، ولكن ده من المسؤولين يعني التصريحات والكلام ده ما بعد المباراه ما بين من المدير الفني ومن المدير الرياضي ومن المدرب العام. لكن اوكي طبعا كل واحد ادرى بظروف ناديه وكل واحد شايف ناديه عامل ازاي. اخيرا هاخد منكم راي سريع جدا في لان لسه مباراه الترجي قدامنا شويه، لكن مباراه الترجي شايفها ازاي؟ طبعا بص يعني حضرتك كنت لعيب كبير وعارف الماتشات دي اللي لعيبه الكره الحقيقيين بيستنوها يعني. صحيح. المباراه الجمهور كمان بيستناها، انت بتلعب في اكبر مستوى تنافسي مع اكبر فرق في القاره، فانت بتبقى مستنفر جدا جماهيريا واللعيبه بتبقى مستنفره ومستنيين نشوف مباراه قويه، مستني تختبر نفسك دايما مع الكبار. الاهلي في حاله جيده جدا، الترجي الناحيه الثانيه مش في احسن حالاته، لكن ده لا يعني اي شيء. يعني هنيجي نبص على اليوم خسرانين اخر ماتشين في الدوري، النهارده اتغلبوا، الماتش اللي فات اتغلبوا بالافريقي، اعتقد اتغلبوا بالافريقي النهارده، واتغلبوا من الصفاقسي يوم 3. فاخر مباراتين في الدوري هزيمتين، ترتيبهم الخامس دلوقتي في دوري ولكن كل ده يعني شيء من الدوري، حتى في ماتش دوري الابطال هم متعادلين على لكن كل ده لا يعني شيء. احنا بنلعب مباراه نوك اوت، حاله اللعيبه وحاله الفريق خلال 90 دقيقه اللي بتحكم كل حاجه. الترجي فريق كبير وعنده شخصيه كبيره، فمش هيكون بالشكل السيء ابدا قدام الاهلي، بالعكس هيبقى مستنفر جدا. معاه مدير فني كبير. بالظبط، نبيل معلول مدرب كبير جدا، واللعيبه كمان هتبقى في احسن حالاتها وهيقابل زعيم القاره، فطبيعي ان هو هيكون مستنفر جدا وهيكون في افضل حالاته. فيعني لو بصينا على حالته الحاليه دي لا تعني اي شيء. الحاله بتاعه الترجي وبتاعه الاهلي يوم المباراه هي اللي هتكون الفيصل دايما في النتيجه. احنا بنتعشم خير لان احنا ماشيين كويس وشايفين ان احنا نستحق ان شاء الله نعمل مباراه كبيره. احنا بنعرف نلعب في رادس كويس وبنقدر نفوز في رادس، فاتمنى ان شاء الله ان احنا نتيجه المباراتين تكون في صالحنا ونتاهل للنهائي يا رب ان شاء الله. ايمن يعني عندنا ادفانتج كويس كابتن اسلام يخص ان الحمد لله اخيرا لائحيا بنستفيد بفكره الراحات، فمباراه الحرس لما تاجلت لان المباراه بقت يوم الجمعه، ده شيء جيد ان اللعيبه تشم نفسها بعد رحله المغرب ثم رحله الامارات.
فنستعد بشكل جيد للمباراة. فكرة برضو الأدفانتج بتاع أن المباراة بدون جمهور بالنسبة لنا أكيد طبعاً إحنا لعبنا قدام جمهور الترجي كتير، لكن لما تلعب أكيد من غير الجمهور ده بيفقد صاحب الأرض الأدفانتج بتاعته، الحالة الفنية للترجي. يعني في كذا حاجة أدفانتج لينا كنادي أهلي نقدر نلعب عليها ونستفيد منها. زي ما صبري قال في الاخر هي مباراه لازم هنقول 50-50، ما نقدرش نقول اكتر من كده لان فريقين كبار، الفريقين كبار. الترجي نفسه لما هيلعب قدام الاهلي يعني اكيد حالته في المحلي مع المشاكل اللي عنده وعايز يخلص منها بمباراه النادي الاهلي. النادي الاهلي ان شاء الله يروح اللعيبه كلها تبقى في كامل عافيتها، تركيزهم الفني يبقى حاضر، الذهنيه نبقى حاضرين. هيبقى عندنا لسه 90 دقيقة هنا في القاهرة على ملعبنا، وإن شاء الله المجلس الإدارة ولجنة المباريات كما هي العادة مؤخرا ناخد الموافقات لحضور الحضور الكامل، ده بيفرق كتير. إن شاء الله كتير هتكون حاجات كتير اتحلت. وزي ما حضرتك قلت احنا لازم هنستنى لحد يوم الأربعاء أو الخميس عشان نقدر نقف على الوضع بتاع نادي الترجي عامل ازاي، غياباته عامله ازاي. فاكيد الزملاء بقى اللي هيبقوا مع حضرتك في الايام اللي جايه هم اللي هيمتعونا ويفصصوا لنا كده المنافسين زي ما احنا متعودين يعني. لكن انا دايما بشوف ان الترجي مهما كانت الغيابات ومهما كانت الظروف فريق كبير جدا، يظل دائما هناك بعض طبعا المحللين في تونس بيحاولوا يعني يقنعوا لا هيجرونا للسكه دي، احنا ملوك التمويل المغناطيسي يعني. بتوع الكلام ده اطلاقا احنا لا احنا برضو ممكن ننيمهم مغناطيس زي الفل. لا بالعكس بالعكس، هم بيقولوا يعني حد بيتكلم يطلع يتكلم يقول لك الاهلي فريق ضعيف وكذا، ما عنديش مشكله. لا ما ماشي، راي واحد فقط، ولكن كل الجمهور التونسي يعلم مدى قوه النادي الاهلي زي ما احنا نعلم تماما مدى قوه نادي الترجي، وان هو نادي كبير ونادي له اسمه وسيظل دائما واحد من اهم الفرق ومعاه مدير فني كبير ورائع الحقيقه كابتن نبيل معلول. انا بشكرك جدا يا صبري على وجودك معانا، والف مبروك الحقيقه. سوبر كوره وسوبر يد، اتنين سوبر افريقيا، اتنين سوبر، و2000 مبروك لجماهير النادي الاهلي. وانا متشكر جدا ان انا كنت مع حضرتك النهارده، شرفت ونورت. شكرا جزيلا يا ايمن، شرفت ونورت والف مبروك. الله يبارك له، يعني حظنا حلو يعني الحمد لله، الحمد لله ان احنا موجودين في الايام الجميله دي. دايما الاهلي يا كابتن اسلام احنا حياتنا فيها اللي فيها، بنتبسط بنشتغل بنجتهد بنتعب، بنيجي بالليل نتفرج على ماتش الاهلي نتبسط ونكمل بقيه يومنا. فالحمد لله الاهلي يوم الجمعه فرحنا والنهارده فرحنا، ودايما كده عايشين في افراح وانتصارات. يا رب دائما افراح وانتصارات. النهارده الحلقه معلش طولت شويه، ولكن في النهايه قدرنا نحتفل بكاس السوبر الافريقي لكره اليد وكاس السوبر المحلي لكره القدم مع حضراتكم. ان شاء الله ربنا يكرمنا في الفتره القادمه ونستطيع ان نفوز بكل البطولات المتبقيه سواء في كره القدم او في العاب الصالات. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وان شاء الله غدا حلقه جديده من البيت الكبير.